المسار الاقتصادي وأي مسار آخر لازم تحكمه عوامل مع بعضها متشابكة ومؤثرة. الناس كلها ساعتها قالك إيه؟ هو الرئيس السيسي بيغامر بشعبيته. أنا كان تقديري في الوقت ده إن الرصيد اللي موجود ده لابد من استثماره أكبر حجم من الاستثمار في الإصلاح والبناء. فكان لابد إن يبقى حجم البنية الأساسية اللي بتتعمل تخدم على حركة المجتمع ده وتحسينها. إحنا عملنا مسارات ذات فكر لتجاوز المشكلة اللي عندنا. الحوار الوطني معمول ليه؟ عشان نسمعكم وتسمعونا. أنا بسجل زي ما أنتوا بتسجلوا في الحوار الوطني كلامكم. لكن الله سلم. سلم وحفظ وقدر ويسر أمرا آخر إن شاء الله، وله الحمد والشكر والمنة. أهلا بكم، هذا برنامجكم آخر نهار، وأنا معكم محمد البيز. ناس كتيرة في 2014 لما رئيس عبد الفتاح السيسي قابل دعوة وتكليف المصريين له بأن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، سألوا هو الرئيس السيسي بيراهن على إيه؟ أو عندما قبل هذا التكليف هو في دماغه إيه؟ شايف الصورة إزاي؟ النهاردة عندما كان يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الحقيقة لقيت الإجابة واضحة جدا. واضحة في إيه؟ لما قال إنه التحديات اللي كانت موجودة قدام الدولة المصرية تحديات أكبر من قدرات أي رئيس، وتحديات أكبر من قدرات أي حكومة، لكن هذه التحديات ليست أكبر أبدا من قدرات الشعب المصري. فتشعر أنه وتفهم أنه كان يراهن طول الوقت على الشعب المصري الذي قال اليوم أنه لم يخذله، وأنه إحنا ما كناش عارفين قدرات الشعب المصري ويقدر يعمل إيه بالظبط. ليه بنقول هذا الكلام النهاردة وإحنا مخصصين هذه الحلقة للكلام مع حضراتكم عن موضوع المؤتمر الاقتصادي اللي هو مش مجرد مؤتمر، مش مجرد افتتاح وجلسات، مش مجرد خبراء ومتخصصين بيتكلموا في الأزمة الاقتصادية وبيحطوا مسارات أو خارطة طريق لبيئة اقتصادية تنافسية كما هو شعار هذا المؤتمر، مش كده بس، ولكن النهاردة وإحنا في القاعة، قاعة القمة اللي هي في فندق الماسا في العاصمة الإدارية الجديدة، كنت تشعر أن مصر كلها موجودة، وكلها هنا بالمعنى الحرفي للكلمة، أن مصر كلها كانت موجودة اليوم في المؤتمر الاقتصادي، اللي بيأيد النظام واللي بيعارضه، اللي متفق مع النظام واللي معارض للنظام أو مختلف معاه، للي بيحب واللي ما بيحبش. كل دول كانوا عبارة عن سبيكة واحدة تشعر أن هناك تطلع لنقاش حقيقي بين المصريين يتم من خلال هذا النقاش يتم توافق وليس اتفاق. لا يمكن أن يصل البشر أبدا لحالة الاتفاق، ولكن يمكن أن يصلوا إلى حالة التوافق، لدرجة انه زي ما حضراتكم يمكن شفتوا النهاردة عدد كبير جدا من رؤساء الاحزاب المعارضة، من السياسيين اللي هم عندهم موقف حاد من النظام. يمكن انا بقالي فترة طويلة جدا ما قابلتش الاعلامية والسياسية جميلة اسماعيل، لكن لقيتها النهاردة موجودة في المؤتمر الاقتصادي. الاعلامية جميلة اسماعيل الان هي رئيسة حزب الدستور، يعني هي دخلت الانتخابات على رئاسة حزب الدستور وفازت برئاسة حزب الدستور، ولقيتها
موجودة النهاردة الحقيقة ومتواجدة وناس كتيرة بترحب بيها وبتتكلم معاها، وأنا أعرف أنه جميلة إسماعيل من أقصى اليسار، يعني لديها رؤى ولديها أفكار ولديها موقف، لكن هذه الرؤية وهذا الموقف وهذه الأفكار لم تمنعها من الاستجابة إلى تلبية الدعوة والمشاركة في المؤتمر الاقتصادي. ليه؟ تسأل ليه؟ لأنه أحيانا خلال السنين اللي فاتت كان المعارضين لا يستجيبوا للحوار أو للدعوات، ويعتبروا أنه في خصومة بينهم وبين النظام. لكن ما جرى يمكن من إبريل اللي فات عبر الدعوة للحوار الوطني وعبر المناقشات خلى في مساحة كبيرة جدا من الثقة، تصل إلى درجة أنه تبقى على أقصى يسار النظام، تبقى مختلف تماما مع النظام ومع السلطة ومع الحكومة ومع الرئيس، ولكن تجلس لنقاش، لأنه هذا النقاش كلنا عايزين نوصل بيه لمصلحة مصر العليا. فالنهاردة في بعض الناس حتى فوجئوا قالوا يعني السيدة جميلة إسماعيل موجودة، أنا كنت شايف أنه هذا أمر طبيعي جدا أنها تكون موجودة وأنها تشارك وأنها تطرح أفكارها وأراءها، وغيرها من السياسيين وغيرها من الخبراء سواء في الاقتصاد أو حتى في العمل السياسي والبرلماني موجودين. طيب إذن الرهان كان من اللحظة الأولى على الشعب المصري، على الناس في الشارع، على السواد الأعظم من المواطنين في مصر، مش على الأغنياء، ولكن على اللي احنا بنسميهم ايه، ملح الارض. ليه دايما الرهان بيبقى على الناس البسطاء او على الناس اللي هم من الطبقة المتوسطة؟ لان دول ملهمش بلد تانية، ملهمش ارض تانية، ملهمش مأوى تاني، ملهمش مكان تاني، فدول بيحافظوا على بلدهم ضد اي دعوات للتخريب وضد اي دعوات للفوضى وضد اي دعوات للاضرار بالبلد. ما هو انت ممكن يكون في حد غني عنده يعني ثروات يقدر في أي لحظة يفط ينط يبقى خارج البلد، انتهت الحكاية. لكن المواطنين اللي هم أهل البلد، اللي هم ظهر البلد الحقيقي، دول في النهاية هيروح فين؟ هو قاعد متمسك بالبلد ولذلك بيحافظ على استقرار. طيب الرهان على الشعب والاحتياج إلى أن يكون هناك عمل بضمير، الناس تشتغل بضمير. طب عشان يبقى فيه ضمير حقيقي لابد من حالة من حالات الفهم، لازم افهم ولازم اعرف المسألة كانت فين وبقت فين واحنا رايحين على فين. النهاردة في المؤتمر استمع الرئيس واستمع اللي موجودين لتساؤلات من الناس في الشارع، من مواطنين كل همه انه الراجل بيسعى على اكل عيش، وناس بتسال ايه الاسعار هتعمل ايه، التضخم، الدولار اللي احنا فيه، طب الظروف اللي احنا عايشين فيها دي ممكن يحصل فيها ايه. الناس بتتكلم، وطرح في الافتتاح والجلسات كل ما يشغل الشارع المصري، لانه احنا محتاجين نتناقش حوالين ما يشغل الشارع. طيب الفهم ده الحقيقه انا يعني بشكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء، وبشكر الفريق اللي اشتغل على العرض اللي هو عمله النهاردة، وكان بيحاول يجاوب على سؤال مهم جدا، هو الوضع الاقتصادي اللي احنا وصلنا له، المشاكل الاقتصادية اللي احنا وصلنا له بدأت امتى وكان اسبابها ايه، والحكومات المتتالية عملت ايه عشان تحل الموضوع، ولما وصلت لهذه الإدارة، لما وصلت للنظام، لما وصلت للرئيس عبد الفتاح السيسي كان شكلها عامل إزاي، والحكومة الحالية والإدارة الحالية والنظام الحالي اشتغل إزاي. دي نقطة مهمة جدا، وأنا بتفاعل مع الأزمة الحالية. ليه؟ لأنه الفهم ده يخليك تبدأ تفكر في حلول. طيب العرض اللي عمله رئيس الوزراء تقريبا كان من 175 بنسميها لوحة أو 175 صفحة، سلايدر يعني 175. احنا اخترنا من ال 175 دول 40 لوحة، اسميها لوحة مش سلايدر وبتاع، لوحة.
كويس. بيوضحوا لك الحكايه شكلها عامل ازاي، وهناخدها مع حضراتكم واحده واحده، لان احنا زي ما بنقول عايزين نفهم. تبدا الحكايه منين؟ تبدا الحكايه ان مصر عملت اربع مؤتمرات اقتصاديه زي ما هو قدام حضراتكم اهو. مؤتمر اقتصادي سنه 82، ومؤتمر القاهره الاقتصادي سنه 96، ثم مؤتمر مصر للمستقبل سنه 2015، والمؤتمر الاقتصادي الحالي 2022. فاذا المؤتمر اللي احنا بنشهده ده مش هو اول مؤتمر، لا، كان في مؤتمر 82 ثم 96 ثم 2015 ثم 2022. طيب الاوضاع قبل المؤتمر بتاع 82، يعني جه الرئيس مبارك الامور كده استقرت، فقال لك نعمل مؤتمر اقتصادي عشان احنا عندنا مشاكل اقتصاديه كبيره جدا ومحتاجين ان احنا نحلها، فدعا لمؤتمر اقتصادي. قبل مؤتمر يعني المؤتمر اللي اتعمل في 82 ده شكل مصر كده، اللي هو انت في اول صوره فوق في نقص في الانابيب البوتاجاز، في النقل الجماعي متهالك زي ما حضراتكم شايفين كده، الاتوبيسات الناس متعلقه في البيبان وفي الشبابيك، المستشفيات اخر صوره في الشمال فوق، تدهور الخدمات الصحيه، الناس قدام الجامعات الاستهلاكيه. انتوا فاكرين المشهد الشهير اللي في فيلم الافوكاتو بتاع عادل امام اللي كتبه واخرجه رأفت الميهي، لما كان ايه بيجري ويقول لك في فراخ في الجمعيه، فالناس من غير ما تفكر فراخ في الجمعيه، فيقوم ايه الناس بتجري، ففي طوابير على الجامعات الاستهلاكيه. ثم الزحام في دي كانت صوره من الصور اللي موجوده في مصر، الوضع في مصر شكله عامل ازاي. ده في الفتره من 78 ل 81، لدرجه انه كمان في مشاكل في الصرف الصحي، يعني اهو فوق مشاكل في الصرف الصحي، دي شوارع رئيسيه كانت في مصر الصرف الصحي ضارب فيها زي ما حضراتكم عارفين. والصوره اللي تحت دي كثافه الفصول، يعني احنا هنا بنعاني، خلي بالكم في اشاره الى انه الازمات كانت مزمنه والمشاكل كانت مزمنه، فعندي هنا تحت كده الفصول والكثافات والعدد الكبير جدا في الفصول، لدرجه انه عندك هنا الكاريكاتير ده معبر عن الوضع. انت بتتكلم دلوقتي ما شاء الله البيت مش في تليفونات الارض احنا نسيناها تقريبا، لكن البيت لو انت عندك مثلا في 6 7 8 في البيت، ليه في 6 7 8 تليفونات محمول، كل واحد معاه التليفون بتاعه. فكان في تصريح اللي هو اصلاح تليفونات القاهره في يونيو القادم، فالكاريكاتير المصريين عاملين جنازه للتليفون، شايلين التليفون وعاملين له جنازه، و يا دايم هو الدايم ولا دايم هو الله غير الله، يعني خلاص رايحين يدفنوا التليفون. طيب جم عملوا المؤتمر بتاع 82، يبقى الاوضاع زي ما حضراتكم شفتوها كده متدهوره خالص، يعني الاحوال متدهوره. فعملوا المؤتمر بتاع 82 عشان ايه؟ عشان يناقشوا الوضع الراهن للمشكله الاقتصاديه وقتها. اتكلم في 82، يعني انا بتكلم من 40 سنه. ويشوفوا يعني وسائل لتصحيح المسار ويحطوا خطه استراتيجيه للي جاي. ما هو الناس دول ابائنا واجداد الشباب اللي موجودين دول فكروا من 40 سنه يعملوا مؤتمر يناقشوا الوضع الاقتصادي ويشوفوا الاوضاع عامله ازاي. لما هتشوفوا المشاكل اللي ناقشها المؤتمر الاقتصادي في 82، تشعر يا مؤمن ان احنا متحركناش، او انه المشاكل دي اللي احنا استلمناها في 2013 هي يعني استلمنا الاوضاع هي. المؤتمر اتعمل عشان يناقش ايه بقى؟ صلى على النبي كده وايه واحبس الانفاس وشوف الناس في 82 كانت بتناقش انهي مشاكل. يلا ورينا. اول مشكله بيناقشوا الانفجار السكاني، اللي هو احنا حتى هذه اللحظه بنناقش الانفجار السكاني، اللي هو زياده السكان بالمعدل الحالي. المؤتمر بيقول زياده السكان بالمعدل الحالي ستبتلع كل الموارد وخطط التنميه
ولا يمكن رفع مستوى المعيشه الا بعد تنظيم الاسره. سمعتوا الكلام ده امتى؟ لسه امبارح احنا كنا بنقوله في البرنامج. فاول مشكله الانفجار السكاني. المشكله الثانيه مشكله الاسكان، اللي هو ايه؟ الناس كانوا عاوزين يبنوا 8.5 مليون شقه خلال ال 20 سنه المقبله، يعني كانوا محتاجين 8.5 مليون شقه لحد سنه 2000 2002، من 82 ل 2002. يبقى اول مشكله انه الانفجار السكاني. طب عدد السكان كان وقتها كام؟ كان 44 مليون. احنا بنتكلم النهارده في 104 مليون، يعني زدنا في ال 40 سنه حوالي 60 مليون. طيب بعد كده قال لك عدم المساس بالدعم وسعر صرف متقلب للجنيه المصري واجراءات ضروريه لترشيد الدعم، المؤتمر يطالب بحريه التعامل بالنقد. برضو نفس الحكايه، بتكلم عن الدعم، بتكلم عن سعر الصرف، نتكلم على ثم المشكله اللي بعد كده علاج عجز الموازنه. الموازنه اللي هو انت عندك ايرادات وعندك مصروفات، المصروفات بتاعتك اكبر من الايرادات فيبقى عندك عجز في الموازنه. انا بس عاوز ان احنا بنتامل لانه الرئيس الوزراء قعد حوالي ساعه وشويه يستعرض، ففي تفاصيل كتير، احنا بنركز بس على حاجات معينه. طيب مشاكل تانية ايه يا جماعه؟ هل يمكن التصنيع للتصدير؟ سؤال قعدنا نساله، احنا هنناقش بعد شويه هو ليه فضلت المشاكل المتراكمه؟ يعني اذا كانوا هم ناقشوا هذه الافكار في سنه 82 وعملوا حلول، طب ليه الدنيا ما اتحركتش؟ فبيناقشوا هل يمكن التصنيع للتصدير؟ احنا عاوزين نوصل دلوقتي ل 100 مليار دولار صادرات في السنه. كانت قيمه العجز في الميزان التجاري، يعني عشان انتوا عارفين التصدير ده مهم جدا في المساله دي. كانت قيمه العجز في الميزان التجاري سنه 80 2.5 مليار جنيه. طيب وبعدين مشكله ثانيه اللي هي الاولويه في الخطه لتحرير القطاع الصناعي من القيود، خطة انتقالية لتصفية المشكلات المتراكمة. وبعدين تغيير النمط الاستهلاكي. احنا لما جينا النهاردة في 2022 نتكلم عن تغيير النمط الاستهلاكي، الناس كلتنا. كلتنا حرفيا. ومش حاسين بحاجة، وانتوا بتتكلموا في أي كلام، وانتوا بتتكلموا في وادي والناس في وادي. فهو بيقول إيه بقى في المشكلة؟ المؤتمر بتاع 82. بيقول في السنوات الماضية أظهرت فيها اتجاهات استهلاكية أكثر من الاتجاهات الإنمائية. الناس بتاكل وبتستهلك أكثر ما بتنتج، كما أن الحرص على أن تكون مشاركة القطاع الخاص الإنتاجي تدعونا إلى اتخاذ القرارات لضمان اتجاه رؤوس الأموال والخبرة المشتركة نحو قطاعات الإنتاج التي تعطيها خطة التنمية الأولوية في الاعتبار. وبعدين المشكلة اللي بعد كده مواجهة التضخم لحماية ذوي الدخل المنخفض. ماشي. بعد كده دعم القوى البشرية. دعم القوى البشرية من 40 سنة هنتكلم عن دعم القوى البشرية بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية وزيادة الاستثمارات إلى 6 مليون جنيه أو إلى 6000 مليون جنيه لتوفير فرص عمل ل 400 ألف خريج سنويا، و 300 مليون جنيه لإنشاء برنامج قومي لتدريب القوى البشرية. وبعدين القطاع العام، تطوير القطاع العام هو هدف قومي والقطاع الخاص جزء من الكيان الاقتصادي. ده الكلام اللي المؤتمر بتاع 82 كان بيناقشه. تشعر انه المشاكل تراكمت ما اتحلتش. كان في كلام كتير جدا لكن المشاكل ما اتحلتش. في لقطه مهمه جدا هنا وده بيعكس الوعي وبيعكس اهميه المفكرين والمثقفين. لما رئيس الوزراء عرض الكلام ده توقف عند مقال كتبه الأستاذ نجيب محفوظ في 4 مارس 1982 بعد هذا المؤتمر. قال إيه بقى الأستاذ نجيب؟ قال إن أمهات الأفكار التي انبثقت من المؤتمر لم تكن جديدة. كويس؟ يعني المشاكل مش جديدة والحلول اللي اتطرحت مش جديدة. ولا أقول ذلك تهوينا من عمل المؤتمر، كان مؤدب طول عمره الأستاذ نجيب، فقد شخص الداء فأحسن التشخيص واقترح شتى العلاجات. وأتساءل إذا كان الداء معروفا فكيف ترك دون علاج؟
انا اعتقد ان المقال اللي كتبه الاستاذ نجيب محفوظ في 4 مارس 82 ممكن كنا نقراه في 2013 او 2014، لانه الوضع بعد 2014 اختلف. واقول لحضراتكم اختلف ازاي، وبالارقام وبالاجراءات وبالسياسات وبالقوانين وبالتشريعات. فاذا ده المؤتمر، فشايفين المشاكل الزياده السكانيه والاسكان وسعر الصرف والتضخم، كل الحاجات دي في 82 من 40 سنه. طيب في المجمل، في المجمل بقى اتسم الاداء الاقتصادي حتى عام 2011. يعني المؤتمر اتعمل 82، فحتى عام 2011 اللي هو احنا بنتكلم كام، 39 سنه، 39 سنه الفتره، لا يعني 29 سنه، 29 سنه. اول حاجه قال لك تبني الحلول الوسطيه. يعني ليه المشكله ما اتحلتش؟ ليه المشاكل اللي اتقالت في 82 دي ما اتحلتش في اول عصر الرئيس مبارك؟ لان الدوله كانت بتتبنى الحلول الوسطيه في ظل الامكانيات المتاحه للتعامل مع المشكلات الاقتصاديه في الاجل القصير. امسك اعصام النص، يعني اللي هو ايه بالتعبير اللي هو احنا بنعرفه، يعني اللي هو ايه بترقص على السلم، يعني لا اللي فوق شافوك ولا اللي تحت عبروك. انخفاض الانفاق الاستثماري والتركيز على الانفاق الاستهلاكي ودعم الغذاء والمحروقات. ضعف القدرة الانتاجية للقطاع الصناعي وخلل في الهيكل الاقتصادي للدولة. عدم القدرة على توفير فرص عمل بشكل كافي. ده الأداء الاقتصادي للدولة من اللحظة اللي اتعمل فيها التقييم بتاع المؤتمر بتاع 82 حتى 2011. فتيجي الحكومة ممثلة في رئيس الحكومة يستعين برؤية مفكر كبير آخر. وهنا بعد مهم جدا، انه صانع القرار او السياسيين لابد من الالتفات الى الكتاب والمفكرين الكبار والفلاسفه، لانه بيلخص الحكايه. دخل بقى الاستاذ المفكر الكبير دكتور جمال حمدان، قال ايه؟ صاحب شخصيه مصر، والكلام ده جه في الطبعه الاولى لكتابه شخصيه مصر، كتابه العظيم يعني اللي هو طلعت سنه 67، كانت الطبعة الأولى بتاعت شخصية مصر سنة 67. قال إيه جمال حمدان؟ قال المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي فقط، وإنما الحل الوسط المعتدل. أقول لكم إيه؟ نمسك العصا من النص. أي المهدئات والمسكنات المؤقتة، والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر. أنا أعتقد إنه يعني جمال حمدان اتكلم عن الداء أو المعضلة أو المشكلة الأساسية اللي احنا بنعاني منها في مصر يا جماعة، اللي هو أنت طول الوقت الحلول الوسط. قول لنا على فكرة في الحكاية دي. طيب ببساطة شديدة بقى، احنا دخلنا هنا الـ 2011، وضع الاقتصاد زي ما حضراتكم شفتوا، المشاكل هي هي، بنعمل حلول وسط، مفيش حاجة بتخلص، مفيش حاجة بتنتهي. جينا لي فترة الاضطرابات السياسية اللي هي ما بين 2011 لـ 2013، و ده الفترة دي أثرت على الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل بتعبير رئيس الوزراء. إيه اللي حصل؟ البنك الدولي مثلا قال إيه؟ البنك الدولي قال إيه؟ قال منذ عام 2011 في أعقاب الانكماش الاقتصادي تدهورت الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة مع انجراف المزيد من الداخلين إلى سوق العمل نحو الوظائف غير الرسمية وانسحاب آخرين من القوى العاملة. صندوق النقد الدولي قال ايه؟ قال مرت مصر بفتره تغيير جذري، فقد بشرت الاحداث الجسيمه التي وقعت في يناير 2011 بفتره من الامال العظيمه، ولكن ايضا بالتحديات الكبيره. منذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض ومن ارتفاع معدلات البطاله، وتفاقمت هذه المشاكل بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشه الخارجيه التي اتضحت بفقدان احتياطيات النقد الاجنبي. فانت يعني خدنا مشكلة كبيرة جدا، او كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في هذا الموضوع. طيب انه تأثيرات من 2011 ل 2013. خسرنا ايه بقى؟ ناس كتيرة جدا بيعتقدوا انك لما بتتكلم بالارقام عن الفترة من 2011 2013 عندك مشكلة. على فكرة 2013 اثرت، يعني 2013 انت طلعت اخترت، هذا الاختيار كان له ثمن. يعني انت مثلا
2011 حصلت خسائر، والحراك اللي حصل في 2013 حصل خسائر، بس انت كان لازم تتحرك في 2013 عشان الخسائر ما تستمرش. طب خسرنا ايه بقى؟ خسرنا يا فندم 477 مليار دولار خسائر الناتج المحلي الإجمالي، و20.3 مليار دولار خسائر احتياطي النقد الأجنبي 2011-2013. ده الفلوس اللي احنا خسرناه. سيبك بقى من الناس، يعني مش سيبك طبعا، يعني الناس اللي ماتت والناس اللي استشهدت والناس اللي دفعت حياتها ايمانا منها في بمبادئ معينه ولحمايه البلد، لكن انت خسرت كل الفلوس دي. 32% خسائر قطاع السياحه، 13% متوسط معدل البطاله. دي خسائر انت خسرتها كاقتصاد مصري بسبب الاحداث اللي هي من 2011 ل 2013. طيب في المجمل انت كنت قدام وضع اقتصادي كارثي. وضع اقتصادي كارثي. نتج عنه ايه بقى؟ نتج عنه انه تراجع حاد لمعدل النمو الاقتصادي ب 3%. نمو الاقتصادي بتاع البلد اللي هو انت بتضيف تبني مصانع تعمل بنيه اساسيه تعمل، تراجعت بنسبه 3%. 13% كان اعلى معدل لعجز الموازنه في 30 سنه. 516 مليار جنيه اكبر زياده في المديونيه. 7% من اجمالي الانفاق العام، اكبر انكماش لمعدلات الانفاق الراسمالي بنسبه 7%. دي خسائر. طيب اذا ده الوضع اللي احنا استلمناه بعد 30 يونيو. زي ما حضراتكم كده شايفين كل هذه الخسائر. فحصلت النقله في المؤتمر بتاع المؤتمر الاقتصادي اللي هو مصر المستقبل اللي اتعمل في 2015. كان المحور استعاده استقرار الاقتصاد الكلي للدوله والمشروعات القوميه وتحسين بيئه الاستثمار. ما احنا لازم نتحرك. طيب تم انفاق 7 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات قومية كبرى في مصر. تمام؟ وفي هنا حاجة مهمة جدا، خلينا اللي بعدها يا شباب. احنا ماشيين كويس لحد دلوقتي الحمد لله. 7 تريليون تم انفاقه. في ناس كتيرة جدا جت في الفترة دي، احنا بنتكلم من 2015 بعد المؤتمر، مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي ده، ناس قال لك ما هي الدولة دخلت واشتغلت وشركات وتم اقصاء القطاع الخاص والقطاع الخاص ما اشتغلش والى اخره. تكتشف النهارده انه السبعة تريليون دول اللي تم انفاقهم في المشروعات القوميه الكبرى اكتر من 90% من اعمال التنفيذ للمشروعات تمت من خلال شركات القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص ما استثمرش، قال مش هطلع فلوسي، لكن اشتغل مع الدوله اللي انفقت 7 تريليون على المشروعات القوميه في القطاع الخاص هو اللي دخل ينفذ. طيب ايه اللي حصل؟ يعني حاجات بقى على ارض الواقع. كان عندك 2015 7000 ميجا وات عجز يومي في الطاقه الكهربائيه المولده عام 2014. في 2022 اللي حصل انه بقى عندك اكتر من 13000 ميجا وات فائض في القدرات المتاحه بالشبكه القوميه الموحده للكهرباء. انتوا فاكرين احنا ما كانش حد يعرف يقعد يعني كده مستقر تلاقي الكهرباء بتقطع في اي وقت. فاتبنت المحطات وبقى عندك بعد ما كان في عجز 7000 كيلو ميجا وات بقى عندك اكتر من 13000 ميجا وات فائض. طيب تم في المؤتمر ده توقيع اتفاقيه لانشاء محطه طاقه شمسيه في اطار خطه الدوله لتوليد 2000 ميجا وات من محطات الطاقه الشمسيه. بص بقى على الشمال تلاقي محطه بنبان في اسوان للطاقه الشمسيه. ده كلام اللي هو تنفذ ايه؟ دي كانت افكار في 2015. يعني 2015 مجرد فكره، مجرد انه بتوقع على المشروع، لسه ما فيش حاجه على الارض. خلال 5 سنين انت انجزت ده؟ انجزت ده. ليه احنا المفروض نعرف ده؟ عشان بعد شويه لما هنيجي نتكلم بقى عن اللي حاصل على الارض لازم ده يبقى قدامنا وفي دماغنا. طيب كمان توقيع عده اتفاقيات مع شركات عالميه للتنقيب عن الغاز والبترول. اللي هو انت في 22 النهارده مصر تحتل المركز الخامس اقليميا في انتاج الغاز بحجم انتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب.
والرئيس لما قال انه لو ما كانش عملنا الاستثمارات الغاز دي كانت مصر بقت مطفيه، وتعبير تعبير دقيق لكن صعب وموجع، دقيق جدا، انه مصر كانت هتبقى مطفيه. 2015 كانت العاصمه الاداريه ماكيت، وناس كتيره كانت بتتريق، وناس كتيره كانت تقول لك في الاحلام، وناس يقول لك هو ايه الماكيت ده، وايه ده هيتنفذ ده في مصر ده، وانتوا ايه هتجيبوا الفلوس منين يا جماعه، انتوا بتهزروا. النهارده يا جماعه احنا كنا ماشيين يعني في العاصمه الاداريه بنتجول، بنشوف المباني ونشوف الاحياء ونشوف الحي الحكومي ونشوف يعني اللي هو ايه، قاعدين بنتجول في العاصمه الاداريه، اللي هو فيه بقى فيه مباني، بقى فيه حاجه على الارض موجوده، اللي هو كان ايه، كان ماكيت، مجرد ماكيت فقط. الان زي ما حضراتكم شايفين ده شكل من اشكال البنى، بالاضافه الى انه بقى فيه حاجه على الارض موجوده. طيب منظومه النقل الذكي 2015 برضو كان في تصور، انت دلوقتي بقى في صوره من الواقع عندي، او الشمال اهو، اليمين الفكره، الشمال التنفيذ. طيب بعد ده يبقى اذا انت اشتغلت في من 2015 الان ونفذت. طب الاقتصاد المصري رايح فين؟ ده السؤال اللي ناس كتيره جدا زمان قبل 2011 السؤال ده كان سؤال مطروح، يا مصر رايحه على فين؟ مصر رايحه على فين؟ مصر رايحه على فين؟ والناس كانت بتتريق وقتها، والله يرحمه الكاتب الكبير الساخر جلال عامر لما قال لك ايه، كل ما قابل واحد يقول لي مصر رايحه على فين؟ اقول له يا اخي ابقى اسال قبل ما تركب. وتحولت لنكت وبتاع، وما كانش حد بيجاوب على السؤال، يعني تسال ده ما كانش حد، كانت الامور غائمه تمام. النهاردة الحكومة هي اللي بتسأل، بتقول مصر إلى أين؟ راح فين؟ البلد راح فين؟ ليه؟ لأن هو عنده إجابة. طيب إيه الإجابة؟ الأول بيقول لك إن إحنا الوضع الاقتصادي اللي موجود ده إحنا عانينا من 6 أزمات عالمية ومحلية مر بيها الاقتصاد المصري. ليه إيه بقى؟ الأزمة الروسية الأوكرانية 2022 من فبراير، كورونا في 2020، أزمة الأسواق الناشئة في 2018، اضطرابات سياسية في 2013، اضطرابات سياسية في 2011، والأزمة المالية العالمية في 2008. ده أنت عانيت منه. وبعدين مصر دخلت أزمة كورونا وهي في مركز قوة على نحو استثنائي كمان، بما مكنها من تخطيها بنجاح. طيب في ظل كورونا والعالم كله بيستخبى، انت نجحت في تحقيق معدلات نمو ايجابية رغم حدة ازمة كورونا، 3.5% ارتفاع معدل النمو الاقتصادي عام 2021. ومسألة النمو ناس كتيرة مبقاش واخدة بالها منها، النمو ده اللي انت بتضيفه للاقتصاد، يعني لما تبني مشروعات، تبني بنية اساسية، تفتتح مصانع، تطور في المواني، ده انت بتزود النمو بتاعك، النمو اللي هو بعد كده بيترجم لعائد. فده حصل، ناس كلها كانت مستخبية في بيوتها، ومصر لم تتوقف عن العمل لانك كنت بتسابق الزمن، وعارف انك لو اتأخرت اللي انت بتنجزه النهاردة بخمس قروش هتنجزه بكرة بخمسين. طيب عقب انتهاء حدة الازمة حقق الاقتصاد مؤشرات نمو ايجابية قوية لتعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الازمات. كان عندك 9% نسبة نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من 2021-2022. تعافي الإيرادات السياحية، بقى عندك 65% نسبة نمو إيرادات السياحة بالمقارنة بعام 2021، السنة دي، السياحة السنة دي في 2022 زادت 65%. وتم تعافي الصادرات المصرية، صدرنا ب 42.3 مليار دولار، ودي أعلى قيمة للصادرات المصرية في تاريخ. فاينانشال تايمز بتقول ان مصر نجت من الانكماش العالمي افضل بكثير من العديد من الدول الاخرى، كما استفادت من ارتفاع اسعار الغاز ولم تتاثر بشكل كبير بتراجع معدلات السياحه. طيب لكن انت عندك الازمه الروسيه الاوكرانيه ادت الى تكثيف الضغوط القائمه التي يواجهها الاقتصاد العالمي. هنا في أخطار بتواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام، ويمكن دكتور محمد البرادعي اللي هو
محمد العريان، آسف، دكتور محمد العريان عمل عرض مهم جدا للاقتصاد العالمي وتأثره بالأزمات، وكان بيتكلم عن اقتصاد الدول السبع الكبرى، الدول السبع الصناعية الكبرى، اللي هو قال لك حاصل فيها مشاكل كبيرة جدا. طب ايه الأعباء اللي بترفع مستوى المخاطر اللي بيواجهها الاقتصاد العالمي؟ قال لك تباطؤ النمو الاقتصادي، أبطأ معدل منذ أكثر من 4 عقود، ارتفاع معدلات التضخم، التضخم وصل إلى أعلى مستوى في 40 سنة، التشديد النقدي وخروج رؤوس الأموال، 90 بنك مركزي يرفع تكاليف الاقتراض هذا العام، تفاقم معدلات المديونية العالمية، الدين العالمي يصل إلى أعلى مستوى له في نصف القرن. دي الأعباء اللي هي تعبت الاقتصاد في العالم وبالتالي أثرت على الاقتصاد في مصر. الناس مهتمة بمصر، مهتمة بمصر، ولذلك في الفترة من يونيو لسبتمبر 2022، سبتمبر يعني لسه اللي هو خلصان الشهر اللي فات، يعني يونيو ويوليو وسبتمبر اللي فاتوا، تم رصد نحو 1424 تقرير ومقال دولي تناولت الأوضاع في مصر. وده يعني يلفت انتباهك، والناس مهتمة باللي حاصل في البلد ليه؟ لأنه طول الوقت أنت ليك وضعية خاصة في الإقليم بتاعك على الأقل. عملت الحكومة استطلاع رأي، استطلاع رأي مجتمع الأعمال عشان تشوف أبرز القضايا اللي مفروض المؤتمر يناقشها إيه. فكانت إيه القضايا؟ معوقات التصدير وتيسير الإجراءات، زيادة الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة، زيادة الإنتاج المحلي وإعادة فتح المصانع، معوقات الاستيراد والاعتمادات المستندية، توفير النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، تشجيع الاستثمار المحلي، توفير مستلزمات الانتاج، منظومة الجمارك وارتفاع الرسوم، التضخم ومخاوف الركود. طيب بقى في عندك تحديات انت بتشتغل عليها فرضتها الازمات العالمية، ضعف السيولة الاجنبية، ده عندنا بقى تضخم وارتفاع مستويات الاسعار، زيادة حجم المديونية، ونقص مستلزمات الانتاج. طيب عندك تحديات هيكلية مزمنة في الاقتصاد المصري، اللي هو ايه؟ مزمنة، بنعاني منها من زمان. ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومستويات الفقر، انخفاض مشاركة القطاع الصناعي في جملة الاستثمارات المنفذة، ارتفاع مستويات الدين الخارجي، استمرار عجز الميزان التجاري، تضاؤل نسبة الاستثمار الاجنبي للناتج المحلي، تذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. طيب عندك هنا بقى المؤتمر بيشتغل على ايه؟ عندك تحدي ضعف السيولة الاجنبية، الدولة هتحرك ازاي؟ سياسة التحرك هتشتغل ازاي؟ اللي هو مصر راحة فين؟ اللي هو الإجابة على مصر راحة فين؟ في تحدي ضعف السيولة الأجنبية، النقد الأجنبي، الدولار يعني. في برنامج وطني لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي، صادرات، سياحة، استثمار أجنبي. وبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي خلاص بيخلص خلال أيام، وآليات متنوعة لتخرج الدولة من النشاط الاقتصادي عشان يدخل القطاع الخاص. طيب تضخم هتعمل فيه إيه؟ بيناقش المؤتمر زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية، الزراعة والصناعة، تدشين مجموعة من الحزم الاجتماعية للحد من صدمات ارتفاع الأسعار العالمية، استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة. طيب المديونية، الناس قلقانة من الديون، يقول لك الديون دي كتير قوي، الديون دي هنسددها ازاي؟ طب الدولة بتتحرك ازاي؟ ترشيد الإنفاق العام، التوسع في تمويل المشروعات القومية من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، خفض الاحتياجات التمويليه والالتزام باستعاده المسار النزولي للدين، وتطوير سوق الاوراق الماليه وضمان تعزيز اليات المنافسه. عندي تحدي تاني اللي هو نقص مستلزمات الانتاج، اللي هو انت الناس بتصرخ يعني في حاجات داخله في الانتاج ومش عندنا. طب الدوله بتتحرك فيها ازاي؟ قال لك هيبقى في تعميق وتوطين الصناعه المحليه والسلع الوسيطه، العمل على الغاء الاعتمادات المستنديه في الفتره القصيره المقبله. طب اخر تحدي وهو تذبذب مشاركة القطاع الخاص، يعني ايه طالع نازل؟ قالك هيحصل ايه بقى؟ الدولة رايحة فين في الحكاية دي؟ هيبقى في اجراءات عاجلة لتمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية الى 65%، اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية، تكثيف جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. انا عايز بس الاول الحقيقة اشكر الدكتور مصطفى مدبولي مره تانية والفريق اللي اشتغل على اعداد هذا العرض اللي بيكشف لك الحكايه كانت فين وراحت فين وتم استلامها ازاي وبيتم العمل عليها ازاي. اهميه ده ايه؟ الكلام ده والمؤتمر ده
مش الرساله الاساسيه منه ان هو يقول لك والله شفتوا الوضع احمدوا ربنا بقى ده الحكايه كده كويسه قوي. لا، هو العرض ده طبعا نحمد ربنا في كل ان وفي كل حال وفي كل وضع يعني، لكن الفهم ده بيخليك تبقى مستوعب احنا وصلنا لحد هذه المرحله ازاي، واحنا مفروض نعمل ايه، لانه في حاجات كتيره جدا الناس مش فاهمها، او بلاش اقول مش فاهمها، الناس مش عارفاها، ومش عارفاها دي ادت الى انك تاخد موقف نفسي حتى من الدوله. يعني لما حصل ترسيم الحدود ما بين مصر والسعوديه وطلعت حكايه تيران وصنافير، ناس كتيره جدا زعلانه، ناس كتيره جدا واخده على خاطرها من الدوله ومن النظام ومن الرئيس، وتقول ليه وبتاع. النهارده كان فيه اجابه، اسمعوها من الرئيس الاول وبعدين نوضح لحضراتكم. سمعونا كده يا شباب. من فضلك يا دكتور مصطفى، ارجو نرجع للايوه. انا بس عايز اقول نقطه هنا مهمه جدا لينا كلنا. الموضوع ده ما كانش ممكن يتعمل الا اذا كان في ترسيم للحدود مع قبرص واليونان على البحر المتوسط ومع السعوديه في البحر الاحمر. ما كانش ممكن نعمله. ما كانش في شركات هتنزل تعمل تنقيب في المناطق دي الا اذا كان عندنا ترسيم حدود. ادي واحد. اتنين، انا عايز اقول لكم عشان تعرفوا مش الفكره ومش القدره، الفضل بتاع ربنا علينا. الحقل ده لو مش موجود دلوقتي مصر كانت تبقى مطفية. مصر كانت تبقى مطفية، ما عندناش فلوس ندفع كل سنة كل شهر 2 مليار دولار بالأسعار القديمة للغاز عشان ندي محطات الكهرباء. 2 مليار دولار شهر، اللي لو بالأسعار الحديثة دلوقتي قد تصل ل 10 مليار دولار. يا دكتور يا طارق قول، كان يبقى 10 مليار دولار في الشهر أدفعهم عشان أجيب الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء اللي موجوده عشان مصر تفضل منوره. 10 مليار دولار منين دول؟ يعني 120 مليار دولار في السنه نجيبهم منين؟ لازم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما بقول الكلمه دي بعض الناس يقول لك ايه؟ يعني الموضوع كله ربنا؟ بالنسبه لنا؟ كله ربنا. بالنسبه لنا؟ ايوه ربنا. لان احنا لما جينا نعمل الترسيم الناس كلها هجمتنا. وقالوا انتوا بتعملوا ترسيم ليه؟ ولما جينا ربنا سبحانه وتعالى يسر الامر وجه الحقل ده، جت شركه ان قالت لي 5 سنين. قلت له عندك 18 شهر مش كده يا طارق؟ قال لي ازاي؟ قلت له انا موجود كل يوم، اي مشكله داخل الحدود المصريه هخلصها لك. الارض اللي كانت بتتخصص لمشروع زي كده عشان ينشئ عليها معمل تكرير تاخد سنتين ثلاثه، اتخصصت بالتليفون في ساعتين. مش كده يا طارق؟ وكل اجراء كان طلبه، كان عايز يعمل 10,000 خازوق للارض ديت عشان ارض سبخيه في بورسعيد، مش كده؟ اتحركت معدات حفر بالالافات عشان نعمل ده، عشان نجهز البلاتفورم اللي بيقولوا عليه الخرساني اللي اتحط عليه المعمل اللي احنا بنتكلم عليه. من فضلكم، والدكتور مصطفى بيتكلم هو بيقول عنوان، لكن لكل عنوان من دول في حكايه لينا كلنا يا مصريين. انا عايز اقول لكم اللي انتوا شايفينه ده 25,000 ساعه عمل بلا توقف مني ومن الدوله. 25,000 ساعه عباره عن 7 سنين ب 84 شهر ب 30 يوم، اضرب في 10 ساعات في اليوم على الاقل. اللي حصل ده بالله، والله بالله، والله بالله، ولا كان يحصل ابدا. اتفضل. هنا في نوع من الوضوح الشديد والمصارحه الشديده، ويمكن ده اللي بيترجم لحاله من الحماس في الحديث. ليه؟ لانه احيانا لما يبقى صانع القرار عامل حاجه هي 100% في مصلحه البلد وتفهم بشكل خطأ. كلام اللي قاله الرئيس النهارده يعني الناس اتكلمت فيه وقالته، لكن ما حدش سمعه. بمعنى ايه؟ انه انا كانت عندي مشكله في الكهرباء. طيب عشان يبقى عندي غاز يعني يروح ليه محطات الكهرباء عشان يبقى فيه كهرباء، احنا عشنا يعني وقت
بكل المقاييس غير انساني تماما. جرب بتقطع بالساعات، وكان عندنا مشاكل لو تفتكروا في الحضانات، سيبك من الناس يعني ايه الحر والبتاع والمش عارف ايه، يعني الناس بتستحمل، لكن كانت في حاجات كتيره جدا حصلت صعبه، ويمكن الصحافه ما توسعتش فيها. في مثلا الكهرباء دي لما كانت بتقطع زمان، في اطفال كتير ماتوا في حضانات في مستشفيات كتير بسبب الكهرباء. في ناس في العمليات كانت كهرباء تقطع في المستشفى خلاص ما فيش، ويروح الراجل وهو في العمليه. ففي كانت في خسائر كتيره جدا الناس مش شايفاها، مش مساله الزهق ومساله ان انا مش قادر اقعد من غير كهرباء، ويعني في الصيف الدنيا حر، لا لا خالص دي رفاهيه، لكن كان في خسائر كتيره جدا. طيب عشان كنت تعمل هذا التنقيب او تعمل استكشافات الغاز، كان لابد من ترسيم الحدود. ليه؟ لانه ما فيش شركه عالميه زي اني هتيجي تعمل استكشاف غاز عندك الا اذا كان عندك ترسيم حدود. فين يا عم حدودك المائية؟ اهي. طب نشتغل. طب انت مش مرسم، محدش عارف دي تبع مين ودي بتاعت مين، ما يقدرش يشتغل. ولذلك كان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تحديدا، وبعد كده في قبرص واليونان، كان مهم جدا، لانه شركة اني دي بتشتغل كل 5 سنين. فلو انت ما خلصتش الاتفاقية دي في وقتها، كنت هتقعد 5 سنين بقى ان شاء الله على ما شركة اني تحطك في الدفتر بتاعها عشان تيجي تشتغل عندك. فانت كنت بتسابق الزمن، لدرجة ان هو لما جه بعد ترسيم الحدود ما اتعمل واشتغل، قال لك هخلص في 5 سنين، قال له 18 شهر. لانه هنا الدولة ما كانش عندها رفاهية الانتظار. ناس ممكن ما تبقاش فاهمة ده، انه ده تم ليه وده اتعمل ليه. بتتكلم على 10 مليار دولار في الشهر، يعني 120 مليار دولار في السنة كنت هتجيب بيهم غاز عشان تشغل الكهرباء، لو انت ما كنتش عملت ترسيم حدود وما كنتش عملت استكشافات الغاز اللي جت بيها اني. فانت ان شاء الله كده لو كان ده موجود وجات كورونا عليك، انت كنت يعني ايه، قول على البلد كلها رحمن الرحيم. ففي هنا تفكير، يمكن ده اللي بيخلي الرئيس احيانا مثلا انه مراهن على الناس ومعشم في الناس وشايف الناس وبيقول بنفسه وبيفهم بنفسه ايه اللي حاصل وايه المجهود اللي تم، المجهود اللي المصريين بذلوه اللي هم اشتغلوه. طيب في رسائل اخرى كانت مهمة جدا وتعكس ما يمكن تسميته فلسفة الحكم، ايه اللي حاصل برضه، وهذه الرسائل قالها الرئيس. خلونا نروح لها بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كانت مداخله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسه الافتتاحيه يمكن اللي حضراتكم سمعتوه، وهو بيتكلم على الدوله كانت بتشتغل ازاي. 25 الف ساعه عمل منتجه، يعني في فرق بين تقول انا بشتغل كتير قوي بس في الاخر ما فيش نتيجه، لكن 25 الف ساعه منتجه من العمل المتواصل والمتابعه. وانا رصدت من بدري جدا انه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدير عبر المتابعه المكتبيه والمتابعه الميدانيه، اللي هو زي ما بيقول انه هو الدوله ايه، استراتيجيات وسياسات وقرارات وتقييم ومتابعه. تمام، حلو قوي. هيجي الرئيس يعمل استراتيجيات، يحط سياسات، يصدر القرارات، يعمل المتابعه والتقييم، وهو في مكتبه خلاص، يعني كده يبقى تمام جدا. هو انت هتقدر تلوم الرئيس، رئيس الدولة، اذا قام بعمله على هذا الوجه؟ هو الدولة كده، الدولة استراتيجيات، سياسات، قرارات، متابعة، تقييم. هو عمل ده. طب النتائج بقى المسؤولين التنفيذيين ما عملوش. لا، هو كانت عنده فكرة المتابعة الميدانية، انه بينزل بنفسه يشوف المشروع ويجيب المسؤول يسأله ويحاسبه، وينزل للمكان اللي هو بتكلم عنه ويشوف المشروعات راحة فين وجاية منين. وانا اقسم بالله لولا هذه المتابعة الميدانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات ما كنا انجزنا حاجة. لان هو ده ايه، بيشتغل يعني خارج المعتاد، خارج التقليد. طول الوقت بنقول انه المشكلة في مصر هي مشكلة متابعة. احنا بقى عندنا النهاردة يا جماعة حصيلة مشروعات، حصيلة منجز على الارض في ايدي، انا عاوز احافظ عليه وانميه في ظل ظروف صعبة جدا. وتخيلوا صحيح، يعني لو تفتح عمل الشيطان، والشيطان بيشتغل كتير ما شاء الله عليه، يعني
انه لو انه مفيش ازمه كورونا ومفيش الحرب الروسيه الاوكرانيه ومفيش الست ازمات اللي حصلوا دول، كنا بقينا بالفعل في وضع افضل كثيرا جدا مما نحن فيه. لكن رئيس بعد ما خلصت لجنه الجلسه الافتتاحيه ومفروض انه في تعقيب، فقال احنا يعني هناخد راحه وبعدين نرجع، انه عايز يتكلم مع الناس، وكانه هو النهارده بيحط فلسفه الحكم ومنطق الاداره. يعني الرئيس اتكلم في كلمته طرح 12 نقطه كان مسجلهم، قال انا سجلت نقاط وكل نقطة بدأ يشرح فيها. أنا شايف إنه هذه وثيقة مهمة جدا من وثائق الدولة المصرية، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف أمام الشعب المصري ليتحدث عما أسميه فلسفة الحكم ومنطق الإدارة. هو بيفكر إزاي؟ هو شايف الأمور إزاي؟ إحنا وصلنا للي إحنا فيه ده إزاي؟ إحنا بنشتغل إزاي؟ ولذلك إحنا خدنا الأسس الـ 12 سموها كده، الأسس الاثنى عشر للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث. هعرض لحضراتكم كل أساس الشرح وحضراتكم سمعته، لكن هنسمع مع بعض كل أساس على حدة، الأساس الأول الثاني الحاد الاثناشر اللي هو بيترجم تقدر تفهم من خلاله. وإذا كانت لي تعليقات سريعة على هذا الكلام أو تعقيبات هقولها لحضراتكم. خلينا ناخد الأساس الأول. أولا، لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة المصرية في العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التي شكلت خلال الخمسين عاما الماضية. طيب، ده الأساس الأول اللي هو إيه؟ إنه الاختلالات اللي موجودة في مصر دي اللي حصلت خلال الخمسين سنة عشان أواجهها لابد من إجراءات حادة وقاسية ومستمرة. يبقى ده الرؤية، يعني أنا عندي خلل حاصل من سنين طويلة جدا عايز أعالجه، لازم أخد إجراءات، الإجراءات دي حادة وقاسية ومستمرة. طب ليه ما اتخدتش؟ خلونا نروح للأساس الثاني في كلام الرئيس لرؤيته للإدارة والحكم، خلونا نسمع. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقولها إن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدل من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة والتي تتسم بالخطورة. حلو كده؟ ما رحناش للإجراءات الحادة والقاسية والمستمرة لأنه كانت في رغبة عند صانع القرار بأنه يحافظ على الاستقرار الهش للدولة، انه ما يتحركش فيه مسارات حاسمه لانه هو يشعر بالخطر، يشعر بالخطر بقى على وجوده، يشعر بالخطر على مكاسبه، هو لا يستطيع ان يفعل ذلك. لكن انه الاساس الاول انه الخلل محتاج اجراءات حاسمه وقاسيه ومستمره، لكن اللي كان موجودين ما خدوش هذه الاجراءات حرصا على الاستقرار الهش للدوله وخايفين من الخطر. طب ده السبب بس؟ لا، في اسباب اخرى. سمعونا الاساس التالي. ثالثا، محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها في ظل حالة الفقر والعوز التي يعيش فيها لسنوات طويلة. هنا بعد مهم جدا في رؤية الرئيس كمان، انه ممكن صانع القرار كان خايف على الاستقرار الهش للدولة وانه مش عايز يتعرض للخطر، لكن كمان كان مطلوب دعم شعبي، ودعم شعبي يعني معناه تضحيات، لكن الناس بسبب احوالها وبسبب الفقر والعوز اللي كان موجود ما كانتش مستعده تعمل هذه التضحيات، بدليل اللي حصل في 77 لما ارتفع الاسعار قروش قليله الناس خرجت لانه انا مش هضحي، فده كان سبب مهم جدا. طيب الملمح الرابع خلونا نسمعه. رابعا، ان حجم الثقة في قدرة اجهزة الدولة على ايجاد مسار ناجع وسط خيارات صعبة تتطلب عملا شاقا ومستمرا لم يكن متوفرا في ظل جهود الاسلام السياسي المستمرة في التشكيك والتشويه
وأحيانا التخريب، علما بأنهم لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق حقيقية لإعادة بناء الدولة. ده من جانب، ومحدش يزعل من اللي حوله، وغياب الرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين والمهتمين لحجم التحديات المطلوب مجابهتها. نقطة مش مهمة، لا، نقطة في غاية الخطورة. ليه؟ لأنه هذا الخطاب كمان فيه مكاشفة وفيه مواجهة وفيه كل طرف بنحطه كده قدام مسؤوليته. إيه معنى الكلام؟ إنه الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة، بمعنى إنه أنا عايز أعالج الخلل فلازم أخد إجراءات قاسية وحاسمة وحادة ومستمرة، لازم يبقى فيه ثقة في الحكومة. اتضربت منين الثقة دي؟ من وجود الإسلام السياسي وتحديدا جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا ما لم يصرح به الرئيس. يعني حتى لما كان بيتكلم وقال ان هم لم يكونوا صادقين، فحد من القاعة قال له دول كدابين يا رئيس، قال له لا خلاص يعني بلاش. فببساطة شديدة هذه الجماعة الإرهابية كانت سبب من أسباب تأخرنا وسبب من أسباب شغلونا. يا جماعة كمان خلي بالكم، ده خطر تاني محدش واخد باله منه، انه الجماعة دي شغلت المجتمع المصري بحاجات غريبة جدا وبتفاهات، ودخلونا في نقاشات وفي مسارات وفي هجوم على اللي بيصنع القرار، لدرجة انه هذا الانشغال عطلنا. ولذلك انا اقسم بالله انه جماعة الاخوان المسلمين مفروض يطبق عليها حد الحرابة، يعني اي حد اخواني كده يطبق عليه حد الحرابة. انتوا عارفين حد الحرابة واللي هم المفسدين في الارض، اللي هو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، والقرآن اللي عاوزين ينفذوه والشريعة اللي هم عاوزين ينفذوها، والله لو طبقت عليهم الشريعة فهؤلاء مفسدين ومخربين في الأرض، وتطبق عليهم حد الحرابة بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتعلقوا، لأنه خربوا البلد وأخروا البلد بشكل كبير جدا. اللي هو فكرة إيه؟ ده في مجهود عايز يتعمل، لا أنت شغلنا. كان يطلع محمد مرسي ده زمان ماسك مجلة الكواكب، وكان في فيلم بتاع قصائص العشاء عامل استجواب على بوسة حسين فهمي ونبيل عبيه في الفيلم تقريبا، وماسك المجلة. أنا فاكر أنا المشهد ده، محمد مرسي واقف في المجلة وهذا العري وهذا المش عارف إيه وبتاع، دخل المجتمع في مسارات وفي مشاكل، وهذا ده أمر موثق. طيب كمان خذلان المثقفين والمفكرين للبلد، لأنه المواجهة مع جماعة الإخوان الحقيقة كانت جماعة فيها حلول برضو وسط. ما تمش الجماعة الثقافية والفكرية، تصدت لجماعة الإخوان بكفاءة كبيرة. في ناس عملت ده، يعني أشهد للدكتور رفعت السعيد الله يرحمه مثلا، واحد من أهم الناس اللي صنعوا الوعي بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية. لكن الباقيين إيه؟ يشتغلوا معاهم، يتكلموا معاهم، يتفاوضوا معاهم. فدي نقطة مهمة جدا، هو ليه الحكايات باظت؟ احنا وصلنا ليه الأساس الرابع. طب الأساس الخامس خلونا نسمع. النقطة الخامسة إن الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعدا بالكفاءة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، بل بدا واضحا أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله. يا جماعة في حالة ايه؟ مصارحة ومكاشفة كاملة، انه ما هنعمل عشان اعمل اصلاح لازم جهاز الدولة نفسه، الجهاز الاداري للدولة يبقى مؤهل انه يشتغل. لكن الجهاز ده كان محتاج تأهيل، وكان هو بيعوق بشكل كبير جدا. وانا عايز اقول لحضراتكم على حاجة ممكن ناس كتير تزعل منها، يعني ناس كتير تزعل منها، انه التوسع في التعليم الجامعي في مصر أضر مصر. وده كلام والله حقيقي، لأنه الناس طلعوا خريجين من الجامعات دخلوا في الجهاز الإداري للدولة واشتغلوا محاسبين، محامين، مهندسين، مش عارف إيه بتاع كتير. فطلع ناس ما عندهمش كفاءة، هو بيشتغل موظف، قال عاملة تجيبه فاشتغل موظف. تم حالة ترهل في الجهاز الإداري للدولة بالناس اللي اشتغلت ليه أصلا مش مؤهلة،
ليه؟ لأنه التعليم الجامعي ده لما تم التوسع في أيام الرئيس السادات كان بهدف يعني استيعاب الجماعة الناصريين واليساريين، فطلع آلاف مؤلفة من الخريجين اللي هم مش مؤهلين، أضروا الدولة ضرر بالغ. فبرضو ده سبب من الأسباب اللي ما خلتش الأمور يعني تستقيم أو تسير في خط مستقيم. هتقولي طب هو الرئيس قاعد بيقول الأسباب اللي أدت إن إحنا ما عملناش الحلول ليه؟ هقول لك في الآخر، بس خلونا نروح للأساس السادس من الفلسفة اللي الرئيس بينظر بيها إلى الأمور. سادسا، إن ردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح وضغوطها كانت دائما تشكل هاجسا ضخما وعميقا لدى صناع القرار وتقديرات الأجهزة الأمنية. هنا توصيف واضح جدا للي حصل مثلا في 77 وما بعدها، انه رد فعل الناس الشارع على اي قرار من قرار الاصلاح كان بيشكل هاجس عند رئيس الدوله وعند الاجهزه الامنيه، فيقول لك بلاش بلاش مش عايزين نعمل الحكايه دي. وده اللي اشار لي الرئيس مثلا لما جه ياخد قرارات الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وقعد مع كل المسؤولين في الدوله، وهو قال النهارده هذا كلام ليس سرا يعني، وقال لهم ان احنا هنعمل ناخد الاجراءات بتاعت التعويض في 2016 اصلاح الاقتصاد، كل من تحدث معه قال له لا، رفض ورفض تماما. ليه؟ لانه هذا الهاجس موجود لدى المسؤولين انه اي حاجه هتبقى عامله مشكله فبلاش منها، خلاص ما خلينا مكملين وخلاص يعني جت علينا احنا. لكن اخذ القرار، واقول لحضراتكم ليه وده مرتبط بايه، بس خلونا نروح ليه الأساس السابع. سابعا، أن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة والتي يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق لخارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة. دي نقطة مهمة جدا، أن القيادة السياسية في خلال الخمسين سنة اللي هو بيشير ليهم الرئيس ما كانتش عندها قوة كافية أو رصيد كافي عشان تعمل خريطة طريق. طب ده هيتوفر في الرئيس السيسي بعد شوية؟ هقول لحضراتكم، بس خلونا نروح وهو بيتكلم عن بقى قدرات الدولة بشكل عام في الأساس الثامن اللي أشار ليه. ثامنا، إن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبدا كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب 62 ل 67 اليمن، 67 ل 79 الحرب بتاعت اكتوبر، موجات الارهاب المتلاحقه اللي عمرت على مصر وتاثيرها على الاستقرار وعلى التنميه وعلى السياحه في مصر، والتي كانت لا شك ارضيه لتفريغ هذه القدره بل والقضاء على هذه القدره، وهو ما انعكس على التحديات بالسلب. طب دي نقطة مهمة جدا، أصل دي بلدنا يا جماعة والتاريخ ده تاريخ إحنا بنمتلكه، بلدنا. فالتوصيف إنه هذه الدولة قدراتها ما كانتش مؤهلة إنها تتحمل ضربات عنيفة جدا حصلت مثلا في الأول الحرب 62 اللي هو حرب اليمن لحد 67، وبعدين جت 67، ثم بعد 67 في حرب استنزاف وفي اقتصاد حرب، ف 73، خلصنا من 73 دخلنا في الإرهاب. وفي ناس معتقدة انه الارهاب بدأ مع اغتيال رئيس السادات او عودة الارهاب بدأت مع رئيس السادات، لا ده انت بتتكلم في ابريل 2000 في ابريل 1974، يعني رئيس السادات انتصر في اكتوبر 1973، ابريل تحديدا 17 ابريل 1974 كان أول حادث إرهابي ومحاولة انقلاب على نظام الحكم اللي قادها صالح سرية اللي هو كان تنظيم الفنية العسكرية. يعني لو أنت بعد شهور، فإيه؟ لو أنت دخلت طلعت من حرب أكتوبر دخلت في موجات الإرهاب وكانت دي موجة كبيرة الفنية العسكرية، ثم موجة التكفير والهجرة بتاعت شكري مصطفى اللي اختطفوا الشيخ الذهبي وقتلوه، ثم بعد كده دخلت في اغتيال الرئيس السادات، ثم فضلت لحد منتصف التسعينات لما الجماعة الإسلامية عملت مراجعات العنف. فانت قاعد طول الوقت ده بيأثر بالسلب على قدراتك.
طيب خلونا نروح للأساس التاسع. تاسعا، غياب الوعي والفهم لتشخيص ما نحن فيه لدى النخبة المسؤولة، وكذا متطلبات يعني العبور للفجوة للهوة التي تعاني منها البلاد. زي ما قلت كده احنا ممكن نتكلم كتير ونقول ان احنا دي خريطتي اعملها. طب ما تيجي، طب احنا ما عملناش ليه؟ اللي بيشير لي الرئيس الحقيقة مهم جدا في ضرورة اعتراف النخبة المثقفة بمسؤوليتها عن كثير مما جرى، لانه الوعي فعلا كان في مشكلة، وده اللي يخلينا مثلا التأخير ده يعني كلفنا ايه. خلونا نروح للأساس العاشر، لانه تأخير الإصلاح كلفنا كتير جدا. خلونا نسمع. عاشرا، ان تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوما بعد يوم، واصبح تداخل الأزمات وتشابكها يمثل حالة من الإحباط واليأس لدى الغالبية، وليس في الإمكان أحسن مما كان. طيب غياب الوعي، وانه احنا بقى عندنا الاصلاح تكلفته بتزيد، كل ده عمل مشكلة كبيرة جدا، ان ما بقاش عندنا تصور متكامل للاصلاح. خلونا نسمع الاساس الحداشر. الحادي عشر، لم تستطع الدولة بناء سياق فكري اصلاحي للحالة، ولم تكن مؤسساتها عمليا قادرة على تنفيذه حتى لو تم طرحه والتأكد من سلامته. طيب ما عندناش سياق فكري إصلاحي كامل للحالة، وعلى باب الله يعني كلنا إيه في مصر لحد كده داخلين على 2011، على الله حكايتنا. دخلنا في 2011 و2013، وهنا جمع مهم جدا بين الحدثين، وأقول لحضراتكم إزاي بعد ما نشوف هو الرئيس شايفهم إزاي في الأساس الـ12. السنة 10 جاءت أحداث 2011 و2013 لتقضي على ما تبقى وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها، وكادت أن تقضي تماما على حاضر ومستقبل هذه الأمة. طيب يبقى إذا إيه؟ قال لك إنه 2011 و2013 دول كانوا يعني هيقضوا على ما تبقى في مصر. الأسس الـ 12 دول إيه أهميتهم؟ يعني الرئيس يضع 12 أساس لفهمه وفلسفة فهمه لما حدث، دول اللي بنى عليهم بقى الرئيس قراراته، اللي هو ما ينفعش تأخير، ما ينفعش إن احنا نبقى عايزين نعمل إجراءات إصلاح اقتصادي ونتأخر ونخاف ويبقى عندنا هاجس من تحرك الشارع. طب إيه التمن اللي دفعوه؟ إيه التمن اللي دفعوه؟ أقول لحضراتكم، يوم 3 يوليو، من يوم 3 يوليو 2013 لحد ما تم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا، في الفترة دي يمكن أن تقول أن عبد الفتاح السيسي كان يحظى بأعلى شعبية حدثت في تاريخ مصر على الإطلاق. لو أنتوا فاكرين، الناس كانت بتعمل الشوكولاتة تحط عليها صور، وتحط صور ومش عارف فين، وصوره في الشوارع، وشعبية طاغية غير طبيعية. طب الشعبية دي معناها ايه؟ معناها رصيد عند الناس. فالتمن اللي دفعه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه استخدم هذا الرصيد من الشعبية في انه يعمل اجراءات هو عارف انها هتبقى مرهقة للناس والناس هتزعل منه، لكن هو كان بيراهن على هذا الرصيد، كان بيراهن على هذا الرصيد. وانا هحكي لحضراتكم حكاية سريعة جدا، يعني الله يرحمه الاستاذ ياسر رزق حكاها لي، لما كان بيعمل حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قرار الاصلاح الاقتصادي والتعاون في 2016. ياسر الله يرحمه بيقول لي انه والرئيس بيتكلم فالمح كده انه هياخد القرار. فالاستاذ ياسر قال لي انه بعد ما الرئيس خلص فقال له يا فندم يعني انا اللي انا فهمته صح، هو يعني الله يرحمه كان المعي يعني طول الوقت، يعني من اهم كتابنا يعني. فقال له يا فندم اللي انا فهمته صح، قال له اه اللي انت فهمته صح، قال له يا فندم الناس مش هتسكت. وقتها قال له انتوا ما تعرفوش الشعب المصري زي ما انا عارفه،
ومش مراهنين على الشعب المصري زي انا مراهن عليه، وانا ليا رصيد عند الشعب المصري انا بسحب منه. يبقى دي نقطة كان بيراهن عليها الرئيس طول الوقت. ليه بقى الرصد ده اللي عمله؟ لانه هو ده الرصد اللي بنى عليه انه ياخد قرارات الاصلاح الاقتصادي، يبني وما يبقاش خايف، يتوسع، يبقى مهتم بقضية الوعي، بحيث انه هو يعالج كل الخلل اللي تم. وبعدين نيجي للنقطة المهمة بقى فيما يتعلق بجماعة الإخوان، رغم أن الرئيس لم يذكر اسم جماعة الإخوان ولم يتحدث عن جماعة الإخوان، لكن الجزء ده اللي قاله أعتقد أنه هو مهم جدا. خلونا نسمعه. جاءت أحداث 2011 و2013 لتقضي على ما تبقى وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها، وكادت أن تقضي تماما على حاضر ومستقبل هذه الأمة. الحقيقة الفترة دي كانت كشفة. انتوا بتتكلموا دلوقتي بعد ما عدت، بعد ما انتهت، ونسيتوا ان بقى لنا 8 سنين او كده في ناس كانت بتموت في سيناء، وفي ناس كانت بتفجر الكنائس والمساجد والمنشآت الكهربائية والمنشآت الحيوية بتاعتنا على مدى 7-8 سنين. ابتدينا نقعد نروق شويه، هنبتدي بقى نتكلم في الايه، تعالى ورينا انتوا بتعملوا ايه والحكايه ماشيه ازاي. طب ما انا كان عندي مسار، وقلت قبل كده اخليه مسار اقتصاد حرب. يعني اقتصاد حرب، بنحارب بقى والميديا كلها تشتغل على اللي بيحصل. ما الناس كانت بتحصل حادثة واحده كل البلد كانت بتحزن عليهم اللي بيستشهدوا، ولا نسينا؟ فكانت، طب حد يقول لي هي 2011 و13 السبب؟ ايوه. ليه؟ لانها اتاحت الفرصه للاسلام السياسي انه يصل للحكم. فلما وصل للحكم وفشل، ما اعترفش بفشله، ابتدى يحمل الدين ان احنا ضد الدين. وبالتالي لمؤاخذة استعدانا كلنا ويطلب مننا المصالحة. يا راجل انت لغاية دلوقتي لو جات لك الفرصة، وانا قلتها قبل كده، مش هتستنى. انت بتبص لنا ان احنا ناس صالحين زيك؟ ده تمييز في فكرك، انك انت الاصح والباقي ده مش كده. اللي انا عايز اقوله، لما وصلوا للحكم، الكلام ده كان قبل الاحداث دي، قبل 2013، كان ممكن ما البلد فكت بقى وضربوا الاقسام والمديريات، ولا احنا نسينا الشوارع العربيات اللي كانت بتتخطف والناس اللي كانت بتنزل من العربيات واللي بيحصل. لما اتحلت المسائل واتدفع الثمن من جانب الدوله بشعبها، انا ما بقولش ان الناس ارجو ان احنا نحط ده في الاعتبار عند تناول موضوعاتنا. ده مسار احنا ماشيين فيه مع بعض لتمن لبداية ولنهاية. وبالمناسبة هو لن تنتهي التحديات لأي دولة في العالم. أعتقد أنه ده أخطر ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لعدة أسباب. أول سبب أنه 2011 هي بالفعل اللي أتاحت لي جماعة الإخوان الإرهابية أن تصل إلى الحكم، لأنه ما حدث بعدها من فوضى ومفيش أي قوة منظمة أخرى فاستطاعت أنها تصل إلى الحكم، رقم واحد. رقم اتنين، أنه هنا كلام واضح وصريح جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان وقتها وزير للدفاع بان هذه الجماعه فشلت تماما في الحكم. رقم ثلاثه، انها لم تعترف بفشلها. رقم اربعه، انها عندما فشلت وخرج عليها الشعب المصري فبدات تتهم الشعب المصري انه يعادي الدين لانه بيعادي الجماعه، ودي طريقتها. رقم اربعه وده الاهم، لما الرئيس قال وعاوزين يتصالحوا، الجماعة الإرهابية عرضت كثيرا الصلح رغم أنها تنكر ده، وتتمنى أن تعود وتتمنى أن تستأنف حياتها، لكن سياق الكلام عند الرئيس، ولما بيقول ولحد دلوقتي لو جات لهم الفرصة فوكأننا أمام إعلان واضح جدا بأنه لا تصالح، لا جلوس على مائدة مفاوضات، لانه في فرق كبير بين دوله وبين عصابه. جماعه الاخوان عصابه، ومصر دوله وهتفضل دوله ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل
ونكمل جوانب أخرى من هذا الحدث الكبير اللي أنا بقول لحضراتكم مش مجرد مؤتمر اقتصادي، احنا بنتكلم عن حالة مصرية خالصة ونادرة وجديدة ندخل بيها عصر جديد إن شاء الله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد الى هذا الجزء الاخير من حلقتنا النهارده، واللي بنخصصها لقراءه ما الذي جرى وما الذي يجري في المؤتمر الاقتصادي. وباكد تاني انه ليس مجرد مؤتمر فقط، ولكن احنا قدام حاله مصريه فيها كثير من المكاشفه وكثير من المصارحه وكثير من البحث عن طريق واحد نسير فيه سويا متوافقين حتى لو كانت هناك اختلافات بيننا. أنا كنت مشغول وإحنا في القاعة، قاعة الافتتاح، هي الناس شايفة المؤتمر إزاي؟ وهنا في فئة اللي هو إيه، مش هيرضى، مش هيتبسط، مش هيقتنع، مش هيتراجع عن سفلاته ولا بذاءاته ولا افتراءاته ولا كذبه ولا إفكه ولا ضلاله ولا بهتانه، مش هرتجع. فدول انا بتعامل معاهم ان هم يعني نلقي بيهم في اقرب صندوق زباله. يعني انت هتلاقي ناس واعلاميين ومش عارف ايه ويقول لك وقنوات وبتاع، دول هم غاضبين ورافضين وحاقدين وحاسدين وحانقين طول الوقت. دول مش في حساباتنا خالص. ليه؟ لانه عدو خصم، فانت عارف العدو بتاعك هيقول ايه. لو انت والله العظيم عامل افضل حاجة في الحياة هو هيشوفها وحشة وهيشوفها مش كويسة وهيبدأ يبوظ فيها ويدمر. فاحنا مش مستنيين رأي هؤلاء ولا كلام هؤلاء، لانه زي ما بقول لكم ايه، منطلقين من ارضية الكذب والبهتان والزور والافك طول الوقت. اللي جاي بتكلم عن الناس في مصر اللي هو يشغلها مصير البلد فعليا، يشغلها الطريق اللي احنا رايحين له ماشيين فيه. كان في مشاهد واضحة جدا في عدد من المحافظات والناس بتتابع الناس. حصل تجمعات عبر المجتمع المدني وعبر مؤسسات وعبر احزاب وتجمعوا. الحالة دي مثلا زي ما حصلت في الجيزة، معانا مثلا تقرير من الجيزة ازاي الناس تابعوا المؤتمر الاقتصادي. سمعونا كده شباب. توافد المواطنون في محافظة الجيزة بأحيائها المختلفة ومنها حي الوراق لمتابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعبر المواطنون عن سعادتهم بما تم في هذا المؤتمر من إجابات لأسئلة كانت تدور في أذهانهم حول الوضع الاقتصادي، كما عبروا عن دعمهم الكامل لكل القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد المصري. نشكر سياده الرئيس على الانجازات اللي تمت واللي بتتم واللي احنا شايفينها ولامسينها. اللي سيادته عمله في 8 سنين كان يعني ده يتعمل في 30 سنه، والطرق ما شاء الله يعني بتتعمل بتكفي لمده 100 سنه قدام، والمساجد اللي بتتبني لاولادنا واحفادنا ما شاء الله تكفي برده كويس جدا، ونتمنى الخير للبلد والمزيد من الرئيس ان شاء الله. بنشكر سياده الرئيس على المجهود وعلى ان هو يعمل المؤتمر الاقتصادي في مصر، اللي طبعا انتوا عارفين لما بيتعمل اي مؤتمر اقتصادي في اي دوله يبقى عليها الاتجاه النظر بيبقى عليها والاظبط بيبقى عليه على طول، عشان طبعا انتوا عارفين مصر وتقل مصر في المنطقه. يعني بنقول للرئيس احنا وراك، المؤتمر ده يا جماعه يحقق فرص عمل جديده، استثمارات جديده، هيخلق مشروعات قوميه زي الرئيس ما عمل. المشروعات دي يا جماعه بتهدف ان هدفت بتزود الاقتصاد المصري، بتزود فرص العمل، بتزود الاستثمارات الداخليه داخل مصر. كلنا بنشكره وبنقول له كتر خيرك وربنا يا رب يخليك لمصر ويحرسك ويحميك، علشان احنا مش هنعرف نعوضه بصراحه. الحمد لله بلدنا يعني كويسة، والحمد لله في مشروع تكافل وكرامة ده بيدعم شريحة كبيرة من المجتمع، وفي كمان حياة كريمة اللي عملت بيوت كتير للناس، وفي الطرق الجديدة، وفي تنمية، وفي يعني حاجات كتير للرئيس بندعمه، الله يعينه ويوفقه.
هنا مهم انه نسمع هي الناس شايفه المساله ازاي، وعايزه المساله تبقى رايحه فين. انا ما اعتقدش انه باستثناء الجماعه الضاله المضلله ومن يتبعها، ما اعتقدش انه في مصري واحد عايز انه تحصل مشكله او تحصل ازمه او تحصل فوضى او يحصل تخريب. كل الناس بتفكر للاصلاح، ازاي نصلح ويبقى عندنا مسار صحيح. خلونا يعني هندمج ما بين المواطنين ومتابعتهم للمؤتمر وكمان السياسيين والخبراء ورجال الأحزاب، وخلونا نستمع من دكتور طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين. دكتور طلعت أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور محمد، يعني التقينا صباحا الحقيقه، كنت سعيد بالله على اللقاء بلقاء حضرتك. اهلا بيك يا فندم. يعني انا عايز انه رؤيه حضرتك بشكل عام بشكل شامل لما تم اليوم، لما عرض من افكار لما يحدث في المؤتمر الاقتصادي. والله هو ما فيش شك طبعا انه اي توجه في ظل الاختلالات اللي موجوده في الاقتصاد النهارده، يعني اي توجه بيحصل ده شيء جيد جدا، وكانت دعوه الرئيس للمؤتمر الاقتصادي ده شيء هام، وكان قبل منها طبعا الحوار اللي حاصل، الحوار اللي دعا عليه السيد الرئيس 26/4. طبعا مخرجات المؤتمر اكيد من المؤكد هتوضع امام الحوار الوطني على اعتبار ان هي تكون اوراق يتم بحثها. النهارده طبعا الحكومه نقدر نقول ان هو مؤتمر ترويجي للحكومه، ان هي بتقول والله ان الاستثمارات عندنا جيده، ان عندنا قانون استثمار كويس. وتم مناقشه رجال الاعمال في بعض الامور، يعني احنا يمكن انتهينا من اليوم الاول منذ قليل، واستعرض السيد وزير الماليه واستعرض السيده وزيره التخطيط بعض الامور، لكن نامل ان احنا يعني يستشعر المواطن بهذه الامور، ويستشعر المستثمر المحلي قبل المستثمر الاجنبي. لانه المؤتمر الاقتصادي النهارده انا عايز اوسع من قاعده الاستثمار في ظل معدلات البطاله العاليه جدا وخاصه في الاناث، فانت محتاج النهارده ضخ مزيد من الاستثمارات. المستثمرات تبدا من المستثمر المحلي ثم المستثمر الاجنبي، لان المستثمر المحلي هو الاصل في الموضوع يعني. كل هذه الامور مطروحه امام المؤتمر على اعتبار انه لو هناك معوقات يبقى تزال هذه المعوقات. طبعا انا كان ليا بعض التساؤلات ويمكن هتلقى ليها. اتفضل يا فندم. يعني ايه التساؤلات اللي حضرتك طرحها على المؤتمر؟ التساؤلات اللي طرحها يعني هل لا يعقل مصر بكل الثروه المحجريه اللي فيها، ان دخل الثروه المحجريه مش محصل واحد من 1000% من دخل القوم. الثروه المحجريه ما بتجيبش غير مليار للخزانه العامه. طبعا ده شيء ملفت للنظر جدا يعني. تمام. الاتاوه اللي بيتم على الذهب والتعدين في هذا المعدن دوت محتاجه برضو ان احنا يعني يتبسط. الاتاوه هي الاتاوه ولا الضريبه ولا يعني؟ لا هو في حاجتين، هي بناخد النسبه وفقا للاتفاقيه، وفي اتاوه محطوط. على اتاوة دي قانونا يعني؟ قانونا. كلمة اتاوة دي على فكرة صحيحة. صحيحة قانونا يعني. قانونا كلمة صحيحة. انت عارف اصلا شعبيا سمعتها وحشة يعني. فرض الاتاوة تعتقد ان دي حاجة سيطرة يعني. لا لا لا، ده لفظ صحيح وسليم وقانوني يعني. اخد بالك معايا. ده السؤال الثاني. الحاجة التانية الهيئات الاقتصادية دي كلها، انا عندي في مصر 59 هيئة اقتصادية. لا تمثل الا 3.8% الفوائد بتاعتها اللي بتخش من الناتج المحلي 3.8%. هل ده معقول؟ يبقى انا عندي 59 هيئه اقتصاديه وكل فوائدها 3.8% من الناتج المحلي. طبعا ده رقم هزيل جدا. انت النهارده عشان تشتغل في ده شغل صحيح، يبقى انت لازم النهارده في ضغط النفقات، زياده الايرادات زي ما قلنا، فزياده الايرادات طب ما بيجي من الفوائد بتاعه الهيئات الاقتصاديه. يعني وده لابد انه الامور دي يجاب عنها بشكل في هذا المؤتمر بشكل شفاف يعني. طبعا ده دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان انه الصادرات لا يعني مش معقوله احنا عدد سكان 104 مليون والسكان تحت 60% منهم شباب، في سن الشباب، والصادرات بتاعتنا نقول في 32 مليار 42 لا لا 42 دي بقى بالبترول يعني بالصادرات البترول، لكن هي 32 مليار. انت بتتكلم على الصادرات
غير البتروليه. الصادرات السلعيه، الصادرات السلعيه. فهنا احنا لما نتكلم في ده 32 مليار، ده رقم هزيل جدا، وخصوصا ان مدخلاته مستورده، يعني مدخلات المنتجات اللي احنا بنصدرها في معظمها مستورده. كل هذه الامور لابد ان يعاد فيها النظر، لابد ان يعاد في التكلفه العاليه جدا لمدخلات الانتاج اللي متحمله برسوم زياده. كل الكلام ده لابد ان يتم فيه اعاده النظر. كمان النهارده لابد اعاده النظر في بعض الامور المفروضه على الصناعات الغذائيه، يعني الصناعات الغذائيه لابد ان النهارده يتشاف فيها. ما ينفعش حد محمل مثلا مواد غذائيه واقول له في كارت على الطريق قيمتها كذا. يعني هنا تسهيلات للصناعات الغذائيه. طبعا تسهيلات الصناعات الغذائيه، لان ده اللي محتاجينه دلوقتي عشان تسد الفجوه في الغذاء. فلازم انت النهارده يبقى في عندك هذا الكلام. اذا كان هذا الطرح اللي يعني اللي انا شايف انه مفروض انه يتحط موضع مناقشه، على اعتبار ان احنا بنحاول نعضد ونقوي الاقتصاد، وطبعا انه التعضيد والاقتصاد مش هيجي الا من خلال التضافر كل الجهود، وان الحكومه عليها هي حطت برنامج في 18 22 وذكرت منه بعض الامور، نشوف ايه الامور اللي ما تمتش فيها. صحيح. يعني مثلا عندنا زي حاجه زي المثلث الذهبي. المثلث الذهبي ده كان بيبدا من سفاجه والقصير لغايه ما يخش منطقه افت وقنا، على طول المساحه دي كلها، ده كان مشروع واعد جدا وتوقف. فلابد من بحث هذه الامور. يعني اللي انا عايز اقوله يا محمد بيه انه المؤتمر الاقتصادي لابد ان يفتش فيما تمتلكه في هذه التفاصيل. صحيح. فيما تمتلكه هذا الوطن، فيما يمتلكه، لانه اقتصاد متنوع، اقتصاد واعد، اقتصاد قوي، بس محتاج بعض الامور في الاداره اللي هي تظبط المسارات عشان نقدر النهارده نقدر نستوعب كم البطاله العالي جدا، نقدر نستوعب النهارده نقدر نضخ فلوس تعمل حمايه اجتماعيه. كل هذه الامور محتاج ان المؤتمر يتم النظر بيها. صحيح. بشكرك جدا دكتور طلعت خليل، امين عام حزب المحافظين. نروح كمان ل يعني رئيس حزب الجيل السياسي الكبير الاستاذ ناجي الشهابي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور محمد، اهلا وسهلا، ازي الصحه؟ يعني كيف ترى هذا المؤتمر وتساؤلاتك الاساسيه او الافكار الاساسيه اللي يعني حضرتك شايف انه لابد من مناقشتها والخروج بنتائج محدده؟ يعني هو هذا المؤتمر كانت بداياته النهارده بكلمه رئيس الوزراء ثم تعقيبه الرئيس، وكانت لما فعلته حكومه مصر في السنوات السبعه الماضيه. وكان يعني كانوا مهتمين جدا بان هم يجاوبوا على كل ما يثار لدى الراي العام المصري، وده ظاهره صحيه. بالظبط. رئيس الوزراء ده حتى بالتفاصيل، يعني حكايه الكوبري لا الحكومه بترد عليها وبتوضحها يعني. نعم. ورئيس الوزراء كان حريص انه يتحدث عن كل الانجازات اللي تمت وعن سياسات مصر الاقتصاديه، وكان حديثه يعني موثق بالمستندات ومصور من خلال فيلم تلفزيوني. يعني كان فيه نوع من الاهتمام بالراي العام المصري، وده يعني ظاهره صحيه جدا لحكومه مصر. تهتم بكل ما يثار في الراي العام، وايضا بكل ما تطرحه الجماعات، حتى جماعات الشر المعاديه للوطن، من اشاعات او محاولة تشويه. كان فيه تفنيد واسع برئيس الوزراء، ثم جه رئيس الجمهوريه نفسه رئيس عبد الفتاح السيسي، وكان كلمته الناس تجوت معاها تماما، يعني لانه هو كان بيتكلم بتاثر شديد. وبيتكلم بان هو يعني راجل حالم ببلده على مدى سنوات طويله من صنعات اظافره، وهو بيحلم ان بلده تبقى من اعظم البلاد، وان هي كل طاقتها وامكانياتها توجه لخيرها ولخير شعبها. حديث كان طويل، وايضا كان بيتعرض والرئيس تعرض فيه الى المجهود اللي بيبذله، لما يقول لك انا 10 ساعات في اليوم في 7 سنين في 12 شهر. يعني 25,000 ساعة عمل. ده حاجة، وانا معه وانا متأكد انه بيشتغل اكتر من كده كمان. انه بيشتغل في اكتر من 10 ساعات. يعني صحيح. الرئيس بيشتغل قد ايه في اكتر من 10 ساعات بيشتغل في اليوم يعني. وكل ده وقال اللي احنا عارفينه ان هو بيتابع متابعة دقيقة لكل مسؤول الدولة.
وان كان عنده مشكله في الهيكل الالي للدوله، والرئيس قال لك انا فعلت اكثر من اللي انا ممكن اعملها في افعاله، يعني انا فعلت كل حاجه يعني. ومع ذلك برضه وجه المؤتمر بان هو يستمع للناس وان هو يجاوب على اسئله الراي العام ويقول لهم يعني لو في اسئله من للحزبيين وخلافه لازم الحكومه والمسؤولين في الوزراء المختلفين يجاوبوا عليها، وان هو عايز برضه ان هذا المؤتمر يكون نتيجته يعني يجي على مصر يعني يرسم لها خريطه اقتصاديه اكثر تنافسيه، وده يبشر انما يكون ده اتجاه رئيس الدوله صحيح رئيس الحكومه، ان ما ان في مكان المؤتمر الاقتصادي يعني يبقى ناتج عنه ان اقتصادنا اكثر تنافسيه ويبقى يعني معتبر. ده هذا الكلام رائع جدا. انا بالنسبه لحزب الجيل انا النهارده كنا مستمعين وانا شخصيا كنت اتمنى ان ارى في كلام رئيس الحكومه ان هو يعني الطرح الاساسي لحزب الجيل في هذا المؤتمر فهم. يعني الفكره هو ان لابد ان احنا نحقق شعار الاكتفاء الذاتي وان احنا ان نرفع شعار الاعتماد على الذات وجوهر التنميه الاقتصاديه، يجب عدم الركون الى القروض او العنايات الاجنبيه. انا محتاج ان اسمع الحكومه انها مش هتاخد قروض تاني وان هي مش هتتعامل مع صندوق النقد الدولي تاني. انا مش محتاج صندوق النقد الدولي عشان اتعامل معاه ولا عشان يحدد لي سعر للدولار، هو ملوش سعر اساسا. يعني الدولار لما كان زمان مربوط بالذهب كان فيه له قيمه، ولما يجي يقول لي يعني خفض الجنيه بالنسبه للدولار زمان كان له معنى لانه مربوط بالذهب. هنا الدولار الامريكي قيمته كله يساوي الحبر والورق البنكنوت بس فقط، يعني على اي اساس انا احدد سعر الجنيه بتاعه واضعفه ولا يساوي 7 جنيه لا يساوي 10 جنيه لا يساوي 20 جنيه لا يساوي 24 جنيه؟ هذه كلها غير حاجات غير مفهومه لدى حزب الجيل ولدى لجنته الاقتصاديه، ولان احنا محتاجين نقوي الامن الوطني. احنا بنقول في حزب الجيل يعني علامات السياده ليس فقط العلم والنشيد، هم العلم والنشيد ومعهم العمله الوطنيه. لابد ان نهتم بالعمله الوطنيه ولابد انها تقوى. لذلك ان انا لما خفض العمله الوطنيه وفي دول كثيره في دول كثيره منها الصين بتخفض عملتها الوطنيه عشان تسهل على انها تغزو اسواق العالم وتصدر كثير، لما احنا حصيلتنا التصديريه ضعيفه. انا في الاول انا عايز يعني استغنى عن العالم الخارجي، عايز احقق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والملبس وكل ما يحتاجه المصريين، وده انا الصين نملكها. يعني مصر الصينيه انها تمتلك ما يكفيها وعندها مواردها ما يكفيها، بحيث ان في النهايه الاخير الناس مش محتاجه الدولار في حاجه. وانا الدولار بيتحكم فيها ليه؟ يعني انا متصور المحرج متصور ان اقول لهم انا في المؤتمر بكره وبعد بكره اقول لهم يا اخوانا عملوا لنا خريطه اقتصاديه بجانب ان هيبقى اقتصادنا اكثر تنافسيا، لا اقتصادنا اكثر اعتمادا على الذات اكثر تحقيقا للاكتفاء الذاتي. يعني دي الفكره الاساسيه انك تتجه بالاقتصاد الى الاكتفاء الذاتي بشكل كامل. ما ده اللي يرفع الاعباء عن معاناه الناس. الرئيس النهارده كان متاثرا واحنا كنا متاثرين ايضا، بيتحاول يحكي ان هو ضحى بشعبيته الضخمه عشان يعمل اصلاح اقتصادي وراه جذري ولابد منه. عظيم هذا الكلام واحنا مع السيد الرئيس فيه، ولكن الاهم بقى في المرحله الجايه ان هذا الشعب ياكل من ايده ياكل بسواء من فاس فلاحه، انه يلبس من مصنعه، انه هو كل احتياجاته يعملها عنده. فهذه الحاله الدولار مش محتاجه في حاجه وانا اعمل صناعات. وانا شخصيا برضه مش مهتم كتير قوي بحاجات الملكيه الفكريه، بتشوف دي وسيله استعماريه عشان يمنعني من لا لا بس لا لا برضه يا فندم، يعني دي حاجات اساسيات لان احنا بنعيش في عالم كلنا ودي مقتضيات التعامل. يعني ده الملكيه الفكريه دي تعزز محمد حاجات كتير جدا وتستفيد منها اقتصاديا، دي استراتيجيه مهمه يا فندم. عظيم يعني انا لا اعترض، ولكن انت محتاج انك انت يعني انا اقصد ان انا هستفيد انا بيها والناس بتوع المصنعين يعني الافكار دي بفلوس كتيره جدا. يعني مش هعملها للي بره، ده انا هعملها لينا هنا في مصر. يعني عليك ام عظيمه. طبعا اساسا لما الدول الغربيه عملتها هدفها انك انت تمنع تقدمك وتقعد طول عمرك سوق منتجاتهم. انا محتاج ان انا الصناعه المصري عندنا، احنا كنا زمان انت فاكر لما كان العربيات بتاعتنا قديمه كنا بنروح للميكانيكي كان هو يولف لها حاجه ويختار لها حاجه كده غير من عنده. يعني احنا يعني المصنع المصري اساسا هو راجل مبتكر يعني بيستطيع انه موهوب. انا محتاج بقى ان انا ايه استغنى عن كام ده كله.
وانا يبقى عندي ما يكفيني من كل المسائل. صحيح. ده وفي نفس الوقت ايضا يعني احنا محتاجين ان احنا نمجد القطاع الخاص كل عوائقه نحلها له. وان يعني هو في شباك الواحد رئيس يتكلم عنه محتاجين يبقى واقع فعلا نعيشه، لان في النهايه انت محتاج يعني يبقى عندك هذه التسهيلات. يعني انتوا هتعرضوا ده بكره في المؤتمر او هتتكلموا؟ انا هقول هذا الكلام هتتكلم. والنقطه الثانيه اللي اتكلم فيها ارضيه المشروعات الصغيره والمتوسطه. انا محتاج النبي عندي وزاره للمشروعات الصغيره والمتوسطه، انا عايز مشروع كده انشاء وزاره للمشروعات الصغيره والمتوسطه. انا خايف دي القاعده الصلبه اللي يبني عليها الاقتصاد المصري. وانا اقتراح اللي هقوله بكره وتحت ليا الكلام ان انا الحكومه فرصه العمل عندها بتكلفها 200,000 جنيه. كان ايام زمان كان بوتو الصغير يقول لي بتكلفني 100,000 150,000، انا بتكلفني 200,000. طب ما انا اجيب الشباب المؤهل من خلال الوزاره هي دي مسؤوله عن كده، وادي له قرض بدون فائده واقول له معاه فتره السماح 3 سنين وحقق لي بقى كل مستلزماتي وكل احتياجاتي انت جاني في مصر. انا محتاجين ان نعمل افكار خارج الصندوق. صحيح. وانا عاوزين نخلي شويه كلام للمؤتمر بكره، يعني كده هناخد كل الكلام منك يعني. ماشي يا فندم. انا بشكرك جدا. احنا عندنا تاس فرصه، عندنا رئيس بيفكر خارج الصندوق. صحيح. نعمل كل افكارنا خارج الصندوق من اجل دي فرصه ذهبيه ان هذا البلد يحقق اكتفاء ذاتي ويعيش من انتاجه. صحيح. اشكرك جدا الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. يعني هتلاقي فيه اراء ورؤى ممكن تختلف تتفق معاها، لكن هي مهمه جدا. طيب خلونا ناخد الناس في المنوفيه، يعني تقرير من المنوفيه برضو تفاعل الناس مع الحوار المؤتمر الاقتصادي كان عامل ازاي. تزامنا مع المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت قرية شما مركز أشمون بمحافظة المنوفية زيارة ميدانية لوفد من طلبة وطالبات جامعة المنوفية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض الواقع، ضمن سلسلة زيارات ميدانية لأماكن المشروعات للمتابعة على أرض الواقع ورؤية الإنجازات التي يشهدها الريف المصري وتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. النهاردة بدأنا شرحنا كل ده للولاد داخل الندوة. النهاردة كان أول جولة لجامعة المنوفية للزيارة الميدانية للطلاب عشان نبدأ نعرفهم إيه هي مشروعات حياة كريمة، الدنيا بتدار فيها إزاي، بدأنا إزاي من الصفر، إيه اللقاءات الجماهيرية اللي عملناها مع الناس، إيه المشاريع اللي حلموا بيها وإيه المشاريع اللي بيتكلموها، وهي نفس المشاريع على أرض الواقع بالفعل. يمكن بدأت جولة بمركز شباب شمة، بدأنا نعرفهم إيه هو مركز الشباب من خلال مدير إدارة شباب ورياضة بمركز أشمون، عرفهم مطالب الناس كانت إيه اللي اتحقق، والفعل تم زيادة ملعب جديد وصالة ألعاب جديدة للشباب طبقا لمطالبهم وإحنا شغالين. كمان عرفناهم الشق الفني والمهندسين بدأوا يعرفوا لهم من خلال المخطوطات طبعا الهندسية المبنى كان شكله إيه قبل البنى وبقى إيه بعد البنى. بعدها اتحركنا المجمع الخدمي وعرفناهم على نظام الشباك الواحد وايه الخدمات اللي بتقدمها المجمع الخدمي من مجلس محلي، وحده تضامن، سجل مدني، وشهر عقاري، والخدمات كلها اللي بقت كلها مربوطه على مصر الرقميه. شمة قبل كده كانت قريه محرومه من الخدمات، دلوقتي بقى فيها مركز طبي احنا واقفين قدامه، في هنا مجمع خدمات، في مدارس اتعملت، في كشك المكتبه الثقافيه، في مركز الشباب بيتجدد، كل دوت بقى بيسهل على اهل القريه. قبل كده مثلا عشان الكشف الطبي او ان هو يعمل سنان او اي حاجه من ديت بيضطر ان هو يسافر لعياده خاصه في اشمون المدينه نفسها، انما النهارده العيادات كلها متوفره له في المركز الطبي. دلوقتي في سكن اطباء، الاطباء موجودين 24 ساعه، زائد في وحده اسعاف في مركز شمه، زائد تم احلال وتجديد وانشاء 9 مدارس في مركز شمه، من ضمنهم مدارس ابتدائي ومدارس ثانوي تجاري ومدارس اعدادي. فبقت كثافه الفصل بدل ما كانت حاجه و60 دلوقتي بقت كثافه الفصل 41 42 بحد اقصى. يعني كل مواطن اكيد هو بيتابع هذا المؤتمر من زاويته، وكل واحد زي ما بقول هو بيحلم انه البلد تبقى اكثر استقرارا ويعني الى الامام دائم. خلينا اللي هم بقى في الشغلانه في بيشتغلوا على الارض وفي نفس الوقت هم مسؤولين يعني برلمانيين
وفي رؤية لمسألة الاقتصاد بشكل عام. وخلونا نستمع من النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. ازيك؟ يعني الأول أنت حضرتك كيف رأيت اليوم الأول في المؤتمر الاقتصادي؟ والله أقول لحضرتك على حاجة، احنا النهاردة متفائلين جدا ومستبشرين خير جدا الفترة اللي جاية. الدولة النهاردة بتبص للاستثمار بشكل مختلف، عايزة تشوف الرؤية اللي تقدر تمشي عليها الفترة اللي جاية علشان خاطر تحقق تنمية مستدامة عن طريق الصناعة والزراعة. دي كلها نقط احنا كنا يعني بنحاول ان احنا نوصلها بشكل كبير. كان في افكار دايما بتطرح، بس كنا دايما بنحس ان الموضوع لسه يعني مش في الاطار. بس النهارده احنا يعني لمسنا حاجات كتير. طبعا على مدار الفتره اللي فاتت في حاجات كبيره جدا اتعملت وبانت النهارده بشكل كبير، والناس كلها النهارده بتتكلم على فهمت الانجازات ديت كانت بتتعمل ليه، او البنيه التحتيه صحيح المشروعات دي كلها كانت بتتعمل ليه وعشان ايه بالظبط. فدي كانت نقطه مهمه جدا ممكن احنا كنا عارفينها بنحاول نوصلها للناس، بس لما تتقال بالشكل ده النهارده. وبصراحه تم النهارده احنا شفنا كم من المعلومات اتقالت بصراحه لاول مره في تاريخ مصر، يعني على مدار ال 50 60 سنه اللي فاتوا يبقى في مصارحه بالشكل الكبير دوت للشعب، واحنا عملنا ايه واحنا عايزين ايه، اخطأنا في ايه وهنصلح ايه. دي كلها يعني حاجة تبقى كويسة جدا لما النهاردة نسمع ان رئيس الجمهورية يطلع يقول ان هو بيتابع بنفسه الشباك الواحد، وان الشباك الواحد ممكن محققش المرجو منه لحد دلوقتي، وان احنا شغالين على اصلاح المنظومة الداخلية لمؤسسات الدولة عشان تواكب التطوير اللي بيحصل. ده كل ده بيدينا أمل إن احنا النهاردة المؤتمر الاقتصادي ده النتائج بتاعته اللي هتطلع هيبقى فيه فعلا خطوات جادة لتنفيذ اللي هيطلع به المؤتمر إن شاء الله. طب كرجل صناعة ويعني في الوسط الاقتصادي بخبرتك، لو قلت لحضرتك القضية أو الأكثر قضية أنت مشغول بيها مهموم بيها وعايزة تشوفها في هذا المؤتمر تناقش ويبقى فيه حل ليها أو يبقى فيه تصور ليها، إيه القضية دي؟ هي قضية الصناعة. الصناعة والملفات الشائكة اللي تخص الصناعة من كل اتجاه، إن كان الضرائب وأنواعها، إن كان الخدمات اللي بتتقدم للصناعة زي الغاز والكهرباء وأسعارها وتثبيت أسعارها، الطمأنة للمصنع إن النهاردة إن أنت اشتغل وإحنا هنقف جنبك والدعم بتاعك هيوصل لك في وقته، الفكرة المنظومة كاملة تبقى مشجعة ومؤهلة للمصنع إن هو يشتغل في اطمئنان. خلي بالك فكرة ان مصنع يتفتح ويبقى مطمن دي اهم نقطة بتشجع المستثمر المحلي والاجنبي. النهاردة ان يبقى المستثمر قاعد وخايف ان واحد يجيله بتاع ضرائب يجيله يعمل له تقدير جزافي او يطلع عليه او بكرة الصبح يطلع له قرار جديد بضرائب جديدة، ان الخدمات تتقدم له باسعار مناسبه، ان الاراضي ان هو يقدر يشتري اراضي في وقت كويس ويبعد عن السمسره والناس اللي كانت بتخلص على فلوس. يعني فكره النهارده الطمانينه بحد ذاتها هي ديت اكثر جاذب للاستثمار. طبعا في حاجات كتير يعني هتتناقش خلال المؤتمر، نقط بنود كتير، يعني هنتكلم على الضرائب وهنتكلم على حوافز الاستثمار اللي لازم تتعمل. حضرتك عارف قانون الاستثمار طلع في 2017 او 2018، بعدها حصل ظروف كتير، حصل صحيح. كورونا وبعد كده حصل الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، في متغيرات حصلت حوالينا في العالم كله. المتغيرات دي خلت ان النهارده الدول اللي بتنافسنا في المنطقه كلها النهارده متجهه غيرت اتجاهها علشان خاطر تجذب مستثمرين. النهارده في دول اوروبيه فلازم تبقى في حوافز كتير. بالظبط ومرونه في الفكر.
يعني النهارده ممكن النهارده نقول كان ممكن من سنتين نقول ان الحوافز الضريبيه مش مطلوبه، النهارده نقول لا مطلوبه. كنا ممكن نيجي من سنتين ثلاثه نقول ان الناس ممكن تشتري اراضي وتدفع فيها فلوس، النهارده نقول لا لازم ياخد الاراضي باسعار قليله، الخدمات لازم يعني في متغيرات، يعني النهارده ممكن نقول يعني المتغيرات بتختلف، فلازم يبقى في مرونه في التعامل مع الاستثمار الداخلي والخارجي، عشان برضو الاستثمار الداخلي النهارده هو بقى المنتج المحلي النهارده بقى منتج محترم، يعني فكره زمان فكره زمان ان نقول اصل الصناعه الوطنيه درجه ب والصناعه والمستورد درجه الف، لا النهارده احنا بنشوف المصانع المصريه بتصدر، محتاجين ان النهارده نحل ازمه الاعتمادات ونحل الازمه اللي حاصله في الواردات بتاعه مكملات الانتاج دي، علشان خاطر احنا في الاخر هنصدر. صحيح. النهارده لما مصانع تشتغل 30-40% من طاقتها، ما ده هيقلل من القيمه المضافه وهيقلل من الضرائب وهيقلل من العمليه التصديريه، فالنهارده محتاجين يعني نصلح كل الامور دي، واحنا شفنا النهارده يعني حتى انا حضرت الاجتماعات او الجلسات اللي كانت بعد الجلسه الافتتاحيه، لا يعني الكلام النهارده اللغه اختلفت. ودي في حد ذاتها في حد ذاتها مكسب كبير وبتدي رساله كويسه للمستثمر وبكل الاشكال ان النهارده مصر اتغيرت. صحيح. او مصر النهارده هيبقى فيها خطوه مختلفه عن الفكر اللي كان ممكن يكون موجود من سنه او من سنتين. بشكرك جدا سياده النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل اول لجنه الصناعه بمجلس النواب. اخر جمله هقولها لحضراتكم، يمكن هاخدها من كلام السيد نائب، انه اللغه اتغيرت وده امر مطمئن، وده اللي احنا بنراهن عليه واللي بنبني عليه ان شاء الله في اللي جاي. بشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا النهارده، ان شاء الله نلتقي يوم الجمعه القادم وتصبحون على وطن.